طيب بما اننا بنحكي قصة وان بيس يبقى لازم نحكيها على طريقتنا الخاصة. وان بيس واللي بيمتد حلقاته على اكتر من 1000 حلقة، وده غير الافلام والالعاب والماجنا، وبيكون لجمهور شاسع جدا في كل انحاء العالم. طبعا في ناس ما تبقاش عارفة تبدأ منين لان اركاته كتير، وكل ارك بقصة مختلفة واعداء جديدة. لكن المشكلة بين الاركات دي هي الاسرار اللي بتدور عليها احداث القصة. عالم وان بيس بيختلف كتير عن اي انمي تاني. عالم وان بيس مركزين بس على عالم القراصنة القديمة زي المغامرات واكتساب القوة او تجميع اعضاء واكتشاف اسرار من اي جزيرة بيزورها اي قرصان، او انك تعمل تحالف بين قرصان تاني، او انك تعمل علاقات لاكتساب قوة الطرفين، وده غير الخيانات والسرقة والنهب من بعض الجزر اللي هي بتكون ضعيفة. طيب قبل ما نبدأ حابب اقول حاجة، اني بحكي قصة وان بيس على طريقة الشخصية، وده عشان يساعد ناس كتيرة تفهم القصة من البداية الى النهاية. احب اوضح كمان للناس اللي شاهدت وان بيس اني جايب حلقات من السبعميات للبداية عشان ما يبقاش في لغبطة معاك، وكده كده انا هسيب عدد الحلقات في الوصف تحت، وكمان لو غلطت في الاسامي يا ريت تعدوها لي شويه لانها بجد اسماء متعبه. ما تنساش تعمل لايك واشتراك وكومنت لو عجبك السكريبت ده، ويلا بينا. بتبدأ قصتنا مع شخص اسمه غول دي روجر، وبتكون الحكومة ماسكاه ورايحة عشان تعدمه. والشخص ده كان أقوى قرصان في الوقت الحالي، وكان ملقب بملك القراصنة. وهو على منصة الإعدام بيسأله واحد من العامية، أنت خبيت كنوزك فين؟ بيقولهم لو عايزين الكنوز بتاعتي انزلوا البحر ودوروا عليها بنفسكم، أنا خبيتها في جزيرة معينة. وبعدها بيعدموه الحكومة. طبعا العالم كله بيكون شايفه عن طريق الكاميرات اللي في المكان، والناس بقت فرحانة جامد إن ممكن واحد منهم يلاقي اكتر كنز في الوجود، وهو كنز الوان بيس. وبكده بدأ عصر جديد ومغامرة جديدة لكل القراصنة في العالم. بعدها بنشوف قرصان اسمه شانكس، وبيكون قاعد هو والطاقم بتاعه بيشربوا وبيضحكوا، وبيكون معهم طفل اسمه لوفي. بيطلب لوفي من شانكس ان ياخده معاها عشان عاوز يكون قرصان ويلف في العالم، لكن شانكس بيرفض عشان هو لسه صغير على القراصنة. وهم قاعدين بيدخل عليهم قرصان تاني، وبنعرف في الوقت ده ان الحكومة بقت حاطة مكافئات على اي قرصان اللي بتكون سمعته سيئة جدا وسط الناس، وكل ما بتكون سمعتك سيئة اكتر مكافئتك بتزيد. والشخص ده بيكون عليه مكافأة 8 مليون بري، ودي بتكون عملتهم. بعدها بنشوف ان الشخص ده مغرور وبيرخم عليهم، لكن شانكس ما بيديلوش اي اهتمام، ولما بيشوف الشخص ده كده ان مفيش فايدة معاه بيسيبه وبيمشي. ولكن بعد ما بيمشي بنشوف شانكس والطاقم بتاعه بيفضلوا يضحكوا عليه وبس، وبنشوف لوفي هو بيكون غاضب جدا من ان شانكس ما عملش اي حاجة، وبيلاقي فاكهة في صندوق قدامه وبياكلها عشان يهدي غضبه، لكن بيشوف شانكس وبيروح عشان يحاول يخرجها منه، لكن بيكون فات الاوان وبيكون حصل على قوة المطاط. وبنعرف ان في فواكه حول العالم اسمها فواكه الشيطان، واللي بياكلها بتديله قوة جبارة، لكن المشكلة ان لو حد وقع في البحر من اكلين فواكه الشيطان بيتجمد وما بيعرفش يحرك جسمه. بعدها بنشوف ان لوفي راح يقاتل الشخص ده تاني، لكن بيضربه وبيطلع عينه. وبعدها بشوية بنشوف شانكس وصل هو كمان، وشانكس والطاقم بتاعه بيضربوا القراصنة دول. وبيشوف الشخص ده ان شانكس قوي، فبيقرر يعمل قنبلة دخان ويهرب بلوفي، وبيروح في قارب صغير في البحر، لكن بيجي وحش من البحر وبياكل الشخص ده. طبعا لوفي ما بيعرفش يعوم بسبب فاكهة الشيطان اللي اكلها، وبيجي الوحش ده عشان ياكل لوفي هو كمان، لكن بيجي شانكس وبينقذه في اخر لحظة، ولكن بيكون الوحش اكل دراع شانكس. وشانكس بما انه قوي فبنظرة واحدة بس خوفت الوحش وخليته يمشي من المكان. بعدها بيرجع هو ولوفي للجزيرة تاني، وبيكون شانكس ماشي هو والطاقم بتاعه، بيارد عليه لوفي انه ينضم ليه، لكن برضه بيرفض وبيفضل يتريق عليه. بعدها لوفي بيقرر انه مش هيبقى قرصان، بل انه هيجمع طاقم وهيكون ملك القراصنه، وهو اللي هيلاقي كنز الوان بيس. بعد ما بيسمع شانكس الكلام ده منه بيستأمنه على قبعه القش بتاعته عشان تبقى وعد ما بينهم، وانه يرجعها له لما يكون قرصان كبير. وبعدها بيمشي شانكس. بعدها بنشوف لوفي وهو واخده جده وبيوديه عند قطاع طرق على حافه الجبل، وبيكون جده اسمه جراب، وبيكون شغال مع البحريه، وبيكون عاوز لوفي يطلع زيه، لكن لوفي طبعا ما بيرضاش وبيقول له انه عاوز يكون ملك القراصنه. لحد ما بيروح عند رئيسه قطاع الطريق واللي اسمها داندل، وبيطلب منها انها تعتني بلوفي. طيب بس توضيح، لوفي في الوقت ده ما نعرفش مين ابوه ومين امه، كل اللي نعرفه هو جده فقط، لكن في المستقبل اكيد هيبقى ليه ام واب برضه. بتشوف داندل وهي بترفض وبتقول انت جبت لي شخص من 10 سنين واسمه ايس، وربناه معانا وطلع عنا بزياده، لكن جرب يقول لها طيب تختاري انك تتحبسي ولا تربوا ده كمان معاكم. وفي الاخر داندل
لندن بتقبل، وهم واقفين بنلاقي طفل بيتف على لوف، وبنشوف الطفل ده اللي جابه جراب من 10 سنين، كبر وبقى بيصطاد حيوانات مفترسه كمان. لكن لوف بيقول له انه يعتذر، لكن ما بيرضاش ايس، وبيعرفهم جدهم ببعض وبيسيبهم وبيمشي. بيدخل لوف انه يقعد معاهم في البيت، وبيصحى لوفي تاني يوم وما بيلاقيش ايس، لكن بياخد باله انه ماشي في مكان ما، وبيروح يجري وراه، وبيقول لايس خلاص مش عاوزك تعتذر ولا حاجه، بس عاوزين نكون اصحاب. لكن ايس بيجري عليه وبيضربه وبيطيره من فوق الجسر كمان، وبيفضل باصص عليه بحقد شويه. بيرجع ايس للبيت وبيسالوه عليه، لكن بيقول لهم انه ما يعرفش عنه حاجه. وعلى الفجر الجديد بيجي لوفي بيكون طالع عينه عشان كان بيهرب من الذئاب، وبتاخده داندن وبترميه جنب ايس وبينام. بيفضل لمده شهر كامله يطارد في ايس عشان عايز يبقى اصدقاء، لكن ايس في كل مره كان بيرفض، لحد ما لوفي بيروح في مكان كده غريب، وكان اول مره يروح لوفي هناك هو كمان، وده بيكون شمال الجبل اللي هم عايشين فيه، وبيكون المكان مليان بالخرده والمخلفات، والمنطقه دي بتكون خارجه عن القانون واسمها المنطقه الرماديه، وان في اشخاص مشردين كتير بيعيشوا هناك. لحد ما بنشوف ايس بيضرب ناس من هناك وبياخد الفلوس بتاعتهم، وبيروح بعدها للغابه وبيقابل شخص اسمه صابو، واللي بيكون شغال زيه كده، وبيكون معاه فلوس كتيره هو كمان. الخلاصه انهم بيجمعوا فلوس عشان عاوزين يشتروا سفينه ويبقى قراصنه، وبيرجعوا يخبي الفلوس في مكان سر جنب الشجره، ولكن وفجاه بيلاقي لوفي داخل عليهم وعمال ينادي على ايس، لحد ما بيجروا عليه وبيضربوه عشان محدش يعرف المكان ده ويجي ياخد الفلوس بتاعتهم، ولكن بيسمعهم شخص، والشخص ده بيكون قوي جدا، وبيستخبى ايس وصابه، لكن بيقدروا يمسكوا لوفي، وبيعرف ان الشخص ده ليه علاقه بايس، وبيكون عاوز يعترف عن مكان ايس عشان سرق فلوسهم، وبياخدوه معاهم وبيفضلوا يضربوا فيه، ولوفي مش عاوز يقول لهم اي حاجه عن ايس وصابه. وصابه وايس بيروحوا يغيروا مكان الكنز بتاعهم عشان فاكرين لوفي هيقول لهم على مكانه. بعدها بيشوف صابو العصابه اللي خطفت لوفي، وبيعرف انهم لسه ما عرفوش مكان الكنز بتاعهم، وبيروح ايس عند صابو وبيعرفه ان لوفي ما قال لهمش اي حاجه، وبيقرروا هما الاثنين انهم يروحوا ينقذوا لوفي. نرجع للوفي وهم لسه نازلين ضرب فيه، ولوفي مش عاوز يقول اي حاجه برضه، لحد ما فجاه بيدخل عليهم ايس وصابو وبيضربوهم كلهم، لكن الشخص ده بيكون قوي جدا، وبيقف هو وصابو ايس وبيقدروا يضربوه مع بعض. بعدها بنشوف ان الشخص ده شغال مع قرصان اسمه بلجوم، ولما بيعرف انه خسر في قتال بيقتله على طول. بعدها بنشوف ايس وصابو وقرروا خلاص ان لوفي هيكون صديق ليهم، وبيرجعوا هما الثلاثه مع بعض للبيت وبيناموا كمان هناك، وبيقوموا يلعبوا وبيكونوا مع بعض في اي حاجه. بعدها بيقعدوا مع بعض وبيشربوا مع بعض، وبيعلنوا انهم هما الثلاثه بيكونوا اخوات للابد، وبيقرروا في الوقت ده انهم لما يتموا 16 سنه من عمرهم هيمشوا من الجزيره دي وهيبقى من القراصنه. بعدها بنشوف ان صابي ليه اب وبيكون من النبلاء، ودول اشخاص مهمين، لكن صابو ما بيعجبهمش انهم بيعاملوا الناس كحشرات، وانهم عايشين في مكان جميل والناس بره عايشين في خرابه. في الوقت ده صابو بيقرر انه يهرب من ابوه وبياخد سفينه وبيمشي، وفي نفس اللحظه بنشوف ان في سفينه معديه من جنبه، واول ما بيشوف علم قراصنه على السفينه بتاعته بيضربوه بالنار وبيدمروا القارب بتاعه، وبنعرف ان اللي ضربه ده واحد من التنانين السماويه، اقوى سلطه في العالم. وفي فيديو على القناه وضحت فيه مين هم التنانين السماويه، واسمه اليونكو الخامس، وبيدمر القارب بتاع صابو وبيموت. وبيجي خبر لايس ولوفي ان صابو مات، وبيحزنوا عليه كتير جدا. بيقرروا في الوقت ده انهم هيكونوا قراصنه عظماء جدا، وبيتدرب لوفي على قوته وبيحاول يكون اقوى وايس كمان. بعدها بنشوف لوفي وايس وهم خلاص كبروا شويه، وبيجي اليوم اللي بيمشي فيه ايس وبيعتمد على نفسه. بيمشي ايس الى عالم القراصنه. بعدها بنشوف لوفي وهو لسه بيتدرب عشان يكون اقوى، وفاضل له 3 سنين ويتم ال 16 من عمره عشان يكون قرصان هو كمان. وبيجي كمان اليوم اللي بيخرج لوفي للبحر وبيكون قرصان، وفجاه بيجي وحش البحر تاني، لكن المره دي لوفي بيقدر بضربه واحده انه يهزمه، وبيشوفوه كل اهل القريه وبيكونوا مبسوطين منه جامد، وبيخرج هو كمان لعالم القراصنه. بينتقل المشهد لسفينة بحرية، وفي جنديين من البحرية بيلاقوا برميل مرمي في البحر وبيطلعوها على السفينة، وهم واقفين بتيجي سفينة قراصنة وبتهاجم عليهم، وبيكون القائدة بتاعتهم اسمها ألفي، وبيدخلوا القراصنة على الناس اللي في سفينة البحرية وبيسرقوا المجوهرات بتاعتهم كمان. وهنا بنشوف بنت اسمها نامي، ودي بتكون لسه وداخلة هي كمان عشان تسرق السفن بتاعتهم، وبنشوف كوبي طفل صغير خطفته ألفي من جزيرته وأسرته معاه في السفينة، وبيحاول كوبي إنه ياخد البرميل ده عشان يديه للقرصانة ألفي، ولكن
فجأة بيخرج منه لوفي وبيصرخ وبيقول الحمد لله اني نمت كويس. بيحاول القراصنة انهم يقتلوه لكن بيضربهم كلهم وبيروح ياكل التفاح مع كوبي. وبيطلع فوق السفينة وبيلاقي القراصنة بيهاجموا عليه لكن بيقدر يهزمهم كلهم. وبنشوف القبطانة الفيد بتسأله ازاي طولت ايدك كده، بيعرفها انه اكل فاكهة شيطان وبيتحاربوا هما الاتنين مع بعض، لكن بيقدر لوفي يهزمها بضربة واحدة وبيرميها في البحر كمان. وبنشوف نامي وهي بتحمل الكنوز بتاعتها في القارب بتاعها، وكمان لوفي بياخد قارب هو وكوبي وبيمشوا من هناك. وبيروح لجزيرة عشان سمع ان في سياف اسمه زورو هناك، لحد ما بيعرف انه محبوس عند البحرية. وبيروح عند قاعدة البحرية اللي على الجزيرة اللي هم فيها وبيشوف زورو وهو مربوط هناك. وفجأة بتيجي بنت من جنبهم وبتعدي من السور وبتديله اكل، لحد ما بيجي ابن رئيس القاعدة مورغان وبيقول ان اي حد بيساعد زورو هيتم اعدامه معاه، وبيرمي البنت من فوق السور لكن لوفي بيمسكها في اخر لحظة قبل ما تقع. وبعد كده بيمشي لوفي وكوبي والبنت وبيقعدوا مع بعض، وبتقول ان زورو شخص طيب وبسببها هو اتحبس وان حاول ينقذني من كلاب ابن الرئيس مورغان، وكان زورو هيقتله لكن عمل معاه صفقة انه يحبسه 30 يوم والا ابوه هيعرف وهيعدم البنت وامها. طبعا زورو ما بيلاقيش ان في حل وبيقبل زورو على طول. بيروح لوفي لزورو وبيقول له انه عاوزه ينضم للطاقم بتاعه عشان يكون ملك القراصنة. بيعرفوا زورو انه لو جاب له السيوف بتاعته من عند رئيس البحرية هينضم ليه. وفجأة بيشوف زورو لوفي وهو بيطول ايده وبيقول ايه ده شكله هينجح، انا شكلي اتورطت معاه، انا بقوله بس كده عشان يمشي بعيد عني. لكن بيروح لوفي لقاعدة البحرية وبيجيب السيوف بتاعته من هناك، ولكن الرئيس مورغان بيشوفه وبيروح عشان يقبضوا عليه، ولكن لوفي بيقدر يحرر زورو وبيتحاربوا مع البحرية وبيقدر يهزموا القائد مورغان وبيمشي. وبيروح هو وزورو عشان ياكلوا. بيسألوا زورو هي فين السفينة اللي هنسافر فيها بالبحر، بيعرفوا انه موجودة قدامك في البحر اهي. بيبص زورو كده بيلاقي قارب صغير، بيقول زورو لنفسه انا ايه اللي عملته في نفسي ده. بيعرف لوفي زورو انه هيروح للجراند لاين عشان عاوز يكون ملك القراصنة، وبيمشوا بالقارب بتاعهم وبينضم كوبي للبحرية. وهم قاعدين بيشوف لوفي طائر في السماء وبيحاول يمسكه عشان ياكلوه، لكن الطائر هو اللي بيمسك لوفي وبياخده معاه وبيمشي كمان. بنشوف نامي وهي بتجري من شوية قراصنة، وبيكون في قرصان اسمه باغي على الجزيرة دي ومعروف بقوته الجبارة. بيقع لوفي عليهم من السماء وبيضرب القراصنة اللي هناك، ولما بتشوف نامي انه قوي بتاخده تأكله وتشربه عشان ينفعه في اي حاجة تانية. وبتعرفوا ان في قرصان اسمه باغي مسيطر على المدينة دي وبيدمر فيها هو والطاقم بتاعه. وبيتجمع لوفي وزورو ونامي وبيروح يحارب القرصان باغي والطاقم بتاعه. بيدور قتال بين واحد من الطاقم بتاع باغي وزورو، ولكن زورو بيقدر يتغلب عليه في النهايه. ولوفي بيتحارب مع باغي ولكن ما بيكونش سهل لان باغي اكل فاكهه شيطان واللي بيقدر يقسم جسمه لاجزاء صغيره. وبنعرف ان باغي كان صديق شانكس وهم صغيرين وانهم كانوا على سفينه واحده بس بعد ما تفكك الطاقم بتاعهم كل واحد راح لطريق تاني. نرجع للقتال تاني وبيقدر لوفي ان يهزم باغي وبيطيره في السماء كمان، وبيقدر ينقذ اهل قرية من الدمار اللي هم كانوا عايشين فيه. وبيضم نامي للفريق بتاعه وبيشيل زورو اللي بيكون مجروح وبيمشي بالقارب بتاعهم. بيروحوا الجزيرة وبيلاقي فيه شخص اسمه أوسب مدعي انه قرصان وانه معاه جيش مكون من 80 مليون شخص، لكن نامي بتقول له ان دي خدعة وبيطلعوا كلهم 3 اطفال صغيرين وبيخافوا وبيسيبوه وبيمشوا. بيطلع أوسب ابن ياسب اللي مع طاقم شانكس وبيعرفوا لوفي ان ابوه كان قناص ماهر جدا وبياخدهم وبيروح ياكلوا هم كمان. بعد ما بيخلص أوسب الاكل بتاعه بيروح عند بنت اسمها قايا، ودي بتكون عندها قصر كبير جدا وبيقعدوا يتكلموا مع بعض. وفجأة بيجي شخص عنده مهارات في التنويم المغناطيسي اسمه جونجو، وبيقابل الحارس الشخصي تبع الأميرة في القصر وبيعرفه انه عاوز يقتل الأميرة عشان عاوز ياخد ممتلكاتها. بنعرف انه كان قرصان واسمه كرو ومحكوم عليه بالإعدام والحكومة بتدور عليه، لكن بالصدفة بيسمعهم أوسب ولوفي وبيشوفوا كل اللي بيحصل. وبيروح أوسب لقايا وبيعرفها ان الحارس بتاعها عاوز يقتلها لكن ما بتصدقوش وبتقفل الشباك في وشه. وتاني يوم بيجي أتباع القرصان كرو وعاوزين يقتلوا الاميره وينهبوا البلد كمان، لكن زورو ولوفي بيقدروا يهزموهم كلهم. وبنشوف الاميره وهي ماشيه في القصر وبتلاقي واحد من الخدم بتاعها مجروح وعلى وشك الموت، وبيعرفها ان اوسب كان على حق وانها لازم تهرب من هنا. وبيجي شخصين اقوياء شويه وبيحارب زورو، لكن زورو بيتغلب عليهم بصعوبه وبيقدر في النهايه انه يهزمهم. وبيجي لهم القرصان كرو وبيتصدم من اللي هو شايفه وبيتحارب هو ولوفي وبيكون قوي جدا عشان بيستخدم تقنيه بتخليه سريع جدا، ولكن لوفي بيقدر برضه انه يهزمه وبيضم أوسب للطاقم بتاعه. بتعرفهم قايا انها عندها سفينة كانت ورثها من ابوها لكن بتكون سفينة قديمة شوية واسمها ميري، وبتشكرهم على انقاذ حياتها وبياخدوا السفينة وبيمشوا. بعدها بنشوف طاقم قبعة القش وهم في السفينة وبيرسم لوفي وأوسب عالم القراصنة بتاعهم على السفينة، وبعد كده بيروحوا يتكلموا مع بعض على الاشياء اللي ناقصاهم في السفينة. وبيقول لوفي لازم نضم طباخ لينا عشان نقدر نعيش في البحر ده. وبعد كده بنشوف قصة زورو وهو صغير، بنشوف زورو هو بيتدرب ليل ونهار عشان عاوز يتغلب على بنت اسمها كورو
كورينا، وبعد تدريب طويل جدا من زورو برضه بيتهزم منها، وبتقول له كورينا ان حلمها انها تكون اقوى سيافه في العالم، لكن عشان هي بنت فمش هتقدر تحقق الحلم ده. بيوعدها زورو انه هيحقق لها حلمها وان هو هيكون اقوى سياف في العالم، وبيروح زورو بعدها يكمل التدريب بتاعه. بعدها بشويه بيجوا شويه اطفال من اللي بيتدربوا معاه وبيعرفوه ان كورينا ماتت، وبيقسم زورو بعدها انه هيحقق حلمها باي وسيله. وبيتدرب زورو لمده 8 سنين، وبعد كده بيروح يولع بخور قدام ابراها وبيودع المعلم بتاعه وبيمشي. نرجع للطاقم قبعة القشر وهم بيجربوا مدفع في السفينه وبيدمروا صخره كانت موجوده في البحر، وبعد كده بيدخلوا جوه السفينه عشان ياكلوا. بيسمعوا صوت شخص عمال يدمر في السفينه من الخارج. بيروح لوفي وبيلاقي شخص عاوز يحتل السفينه بتاعتهم، وبيقدر لوفي انه يضربه. وبيشوف زورو الشخص ده وبيكونوا عارفين بعض وان اسمه جوني، وبيجيب صديق ليه اسمه ياساكو، وبيرحب زورو بيهم وبيطلعوا عارفين بعض من هم صغيرين. لكن ياساكو بيكون مريض وبيحطوه في غرفه لوحده، وهم واقفين بيشوفوا سفينه كبيره قدامهم، وبيعرفهم جوني ان ده مطعم متنكل. وبتعدي سفينه بحريه من جنبهم وهم واقفين، وبيضربوا عليهم بالمدافع، لكن لوفي بيقدر يمط نفسه وبيصد كره المدفع وبتيجي في المطعم اللي واقفين قدامه وبيدمروا جزء منه. بعدها بيقدروا يمسكوا لوفي وبياخدوا له رئيس المطعم اللي اسمه زيب، وبيكون عاوز لوفي يدفع تمن اللي كسره، ولكن لوفي بيقول له انه مش معاه فلوس. وبنشوف شخص بيضرب زبون من المحل بسبب انه كب اكل على الارض بمزاجه مش غصب عنه، وبنشوف لوفي اللي بيكون الرئيس زيف عمال يضرب فيه عشان مش قادر يدفع الفلوس فبياخد حقه ضرب من لوفي. بعدها بيشغله معاه عشان يسدد الدين اللي عليه، وبيجي رئيس المطعم وبيوقف سانجي عن اللي بيعمله. وفجاه تاني بنشوف شخص دخل من باب المحل وبيطلب اكل، وبيجي له طباخ من الموجودين وبيقول له انت معاك فلوس؟ فبيقول له لا، وبيطلع له سلاح في وشه، لكن بيكون الطباخ ده كان كرسان قديم وقوي جدا، وبيضربه وبيرميه بره. وبيجي سانجي وبيجيب له اكل، وبيشوف لوفي وبيعرف انه شخص طيب وبيطلب منه انه ينضم ليه، لكن طبعا سانجي بيرفض، ولوفي هو كمان بيرفض ان سانجي رفض اصلا، بيقول انا ضميتك خلاص، يعني انضمام بالاكراه يعني. وبيعرفهم الشخص ده ان اسمه جين وان هو من اتباع الكرسان جريد، وبيعرف ان لوفي رايح للجراند لاين، وبيقول له جين ان المكان ده خطير واللي بيروح هناك ما بيرجعش، وبيديله سانجي كورب وبيمشي. بعدها بيروح جين للقائد بتاعه وبيقول له انك لازم تيجي تشوف المطعم اللي انا اكلت منه ده. نرجع لسانجي وبنشوف رئيس المطعم وهو بيطرد فيه وبيقول له اننا استغنينا عن خدماتك، وبيقول له سانجي ليه، هو انا عملت حاجه يعني؟ بيقول له لا، بس عمال تضرب في الزباين. وبيشوفوه كل الطباخين وبيفضلوا يضحكوا عليه. بعدها بشويه بتيجي سفينه ومتدمره وبيدخل عليهم جين هو والقائد بتاعه، وبيكون القائد بتاعه برضه جعان وما اكلش من 4 ايام، لكن بيطلع ان ده كرسان معروف بسمعته السيئه وهم خايفين يديله اكل وبعدها يهاجم عليهم. لكن جين بيفضل يتحايل على سانجي انه يجيب له اكل وياكل القائد بتاعه، وفعلا سانجي بيروح يجيب له اكل. واول ما القائد بتاعه بيستجمع قوته، اول شخص بيهاجم عليه هو سانجي، بيحاول جين انه ما يخليهوش يهاجم على المطعم لكن بيكسر له دراعه. وبنشوف الطباخ ده بيطلع سلاح وبيضربه بيه وبيخرجه بره المطعم كمان. وهم واقفين بيلاقوا السفينه بتاعتهم انقسمت نصين، وبيطلع الشخص اللي قسمها نصين ده بيكون دراكا راميهوك اقوى سياف على وجه الارض، وبيشوفوا زورو وبيتحارب معاه، لكن بيكون قوي جدا بشكل كبير على زورو، وبيقدر ميهوك انه يهزم زورو. بيحاول لوفي انه يهاجم عليه لكن بيتفادى هجومه بكل سهوله وبيسيبهم وبيمشي. وهنا بنشوف لوفي وهو بيتحارب مع القرصان جريت، وبعد قتال طويل اخد وقت طويل جدا بيقدر لوفي انه يهزمه. طبعا انا جريت في الاحداث اللي هنا علشان كلها احداث خفيفه جدا، فعاوزين نعديها باسرع وقت علشان ندخل في الاحداث المهمه جدا. وبنعرف ان نامي سرقت السفينه والكنز بتاعهم ومشي، وبينضم سانجي لطاقم قبعه القش وبعدها بيمشوا، وهم ماشيين في البحر ولوفي طبعا بيطلب اكل وبيحضر سانجي اكل لوفي. واخيرا بيوصلوا للجزيره اللي فيها قراصنه معروفه بالعنف والدمار واسم القرصان ده ارلونج، وهو بيكون برمائي هو والطاقم اللي معاه، وبيكون هو والطاقم اللي معاه عمالين يدمروا في الجزيره كلها، ودي الجزيره اللي جت عليها نامي بالسفينه بتاعتها. وبيقابل لوفي والطاقم نامي وبيسالوها هي سرقتهم ليه ومشي. بنعرف ان نامي شغاله مع ارلونج بس بتكون مجبره عشان ارلونج ما يقتلش اهل القريه ويقتل اختها كمان، وبتطلب من لوفي بقى الطاقم انهم يساعدوها، وبيروح الفريق كله وكمان اهل القريه عشان خلاص مش قادرين يعيشوا في ذل اكتر من كده. وبيروح لوفي وبقى الطاقم يتحاربوا مع ارلونج، وبيدور قتال ما بين زورو وواحد اخطبوط من هناك، لكن بعد قتال طويل بيقدر برضه انه يهزمه بصعوبه عشان بيكون مجروح، وكمان لوفي بيتحارب مع ارلونج قتال طويل جدا، ولكن في النهايه بيقدر انه ينتصر عليه ويدمر المكان كله، وبيقدروا يهزموا الطاقم بتاعه كله هم كمان. وبعد يومين من هزيمه ارلونج بيجمعوا نفسهم وبيمشوا، لكن قبل ما تمشي نامي بتسرق كل اهل القريه وبتركب السفينه معاهم وبتمشي. وهنا بنشوف القرصان باغي والطاقم بتاعه، وبنشوف كمان القرصانه الفيل اللي هزمها لوفي قبل كده وهي اكلت فاكهه شيطان وخلتها جميله جدا واي حد بيقدر يقع في حبها، وبيتفقوا مع بعض على انهم يعملوا تحالف مع بعض عشان يقدروا يهزموا قبعه القش لوفي. وبنشوف طاقم قبعه
تلقاش. وصلوا الجزيرة عشان ياخدوا الحاجات اللي ناقصاهم في السفينة. ونامي بتروح تشتري لبس ليها، وزورو بيشتري سيف جديد بدل اللي اتكسر منه. ولوفي بيعرف ان ملك القراصنة انعدم في الجزيرة دي، وبيحاول لوفي يروح لمنصة الاعدام. وهو ماشي بيلاقي قائد البحرية سموكر، وبيكون القائد سموكر سمع ان قبعة القش جه الجزيرة دي هو كمان وعاوز يدمرها، لكن ما يعرفش شكله عشان لسه ما جالوش صور المطلوبين. بيسألوا لوفي عن مكان منصة الاعدام، وبيقول له امشي مع الدخان وهتعرف مكانه. بيفضل لوفي يمشي لحد ما بيدخل مكان مكتوب عليه غول دي روجر، وبيدخل وبيلاقي راجل عجوز هناك وبيحكي له عن ملك القراصنة وانه كان قوي جدا ومفيش شخص قدر انه يهزمه نهائي. ولوفي بيكون سعيد جدا انه بيسمع الكلام ده، وبعدها بيخرج عشان يروح لمنصة الاعدام. وبيجي قائد البحرية سموكر لنفس المكان، وبيقعد يشرب هو كمان، وبيفتكر لما كان ملك القراصنة كان بيتعدم وقبل اعدامه واحد من الناس سألوا عن مكان الكنز بتاعهم، وان قال لهم اللي عاوز الكنز بتاعي ينزل يدور عليه. بعدها بيجي واحد من البحرية وبيدي قائمة المطلوبين لسموكر، وبيشوف لوفي في الوقت ده. وهنا اخيرا لوفي بيقدر يوصل لمنصة الاعدام، وبيكون مبسوط جدا ان شاف منصة الاعدام اللي اتعدم عليها ملك القراصنة. وبعد شوية بيقابل زورو لوفي، وبيروحوا مطعم عشان ياكلوا. وبعد ما خلصوا اكل ما بيكونش مع حد فيهم ان يحاسب، لحد ما في شخص بيرمي عليهم بالغلط كيس فلوس وبيحاسب لهم وبيمشي. وبيكون الشخص ده القرصان باغي وجايين هنا عشان يقتلوا قبعة القش، لكن بياخدوا بالهم منه وبيطلعوا يجروا وراه. لكن لوفي قبل ما بيمشي بيطلع على منصة الاعدام عشان يشوف كل حاجة من فوق، وفجأة بتجيله قرصانة الفيل وبتعرفه بنفسها. لكن لوفي عشان شكلها اتغير فما بيعرفهاش، وبيجي كمان القرصان باغي وبيعرفه ان المرة دي هيهزمه بكل تأكيد. وفجأة ولوفي واقف على منصة الاعدام بيجي شخص اسمه كباجي اللي هزم زورو قبل كده، وبيحط على رقبته لوح خشب زي منصة الاعدام، وبيحاول سانجي وزورو انهم يلحقوه لكن ما بيعرفوش بسبب رجالة باغي الكتير. وبيطلع باغي على منصة الاعدام ولسه هيضرب لوفي، بتيجي سحابة رعدية وبتضرب المنصة كلها وبتتدمر، وبينجو لوفي من الاعدام. بيحاول يهربوا من المكان لكن البحرية بتطاردهم من كل مكان، وبيتحارب لوفي مع قائد البحرية سموكر. لكن لوفي بيضربه ولكن اللكمات بتاعته بتعدي من جسمه، وبنعرف ان سموكر اكل فاكهة شيطان من نوع لوغيا، ودي بنعرف ان اي حد بيضربك الضربات بتعدي منك. وبيمسك بلوفي ولسه هيضربه بيجي شخص قوي جدا وبيعمل عاصفة قوية جدا في المكان وبيخليه يطير عند السفينة بتاعته، وبيقدروا يهربوا كلهم من المكان. وبنعرف ان لوفي بقى مطلوب وعليه مكافأة 30 مليون بري من عملتهم. وقائد البحرية سموكر بيقرر انه هيطرده للخط الكبير اللي بيكون الجراند لاين. واخيرا لوفي وبقى الطاقم وصلوا للخط الكبير، والخط الكبير ده عبارة عن جبلين بيفصلوا بين الابحار التانيين. وبيطلع لوفي والطاقم بالسفينة مع طيار المية، وبينزلوا في الاتجاه التاني من الخط الكبير، وهم نازلين بيلاقوا حوض كبير جدا في وشهم. بيقولوا ايه النصيبة دي، احنا لسه بنقول يا هادي. بيحاولوا انهم يبعدوا عنه عشان لو اتصدموا فيه بالسفينة هيتدمروا، لحد ما لوفي بيقدر يقلل سرعة السفينة عن طريق ضربه بمدفع في السفينة، لكن برضو الحوت بيشوفهم وبيقدر انه يبلعه جوه جسمه وبينزل بيهم تحت المية. نشوف بقى الطاقم وهم داخل الحوت، لكن بيشوفوا مكان غريب جدا داخل الحوت. بيلاقوا بيت وبيلاقي شخص طالع منه وبيرحب بيهم ترحيب بارد جدا، وان اسمه بروكس وهو بيكون حارس المنارة تبع الخط الكبير. وبيعرفهم ان الحوت ده كل شوية يضرب نفسه في الخط الكبير على امل انه فاكر ان اصدقائه هيسمعوا صوته وهيقولوا تاني، وان اسم الحوت ده لابون. وهم واقفين بيلاقوا شخصين دخلوا الحوت هم كمان، بس دول عاوزين يقتلوا الحوت من الداخل لحد ما بيضربهم لوفي وبيفقدهم الوعي. بعدها بيقدروا يخرجوا عن طريق باب داخل الحوت، وبيضرب لوفي الحوت عشان ما يفضلش يضرب راسه كل شويه ويجرح نفسه، وبيوعده انه هيرجع له تاني في يوم من الايام ويتصارع معاه تاني. بتشوف نامي ان البوصله بتاعتها مش شغاله، بيعرفها بروكس ان ده بسبب المعادن اللي في كل مكان في البحر، وان المعادن اللي في البحر بتاثر على البوصله اللي معاكي، وبيديهم بوصله المعدن ما بيأثرش فيها، بس دي بتمشي بخط مستقيم على كل جزر العالم وما بتغيرش الاتجاه بتاعها ابدا. بيطلبوا الشخصين دول اللي اسمهم ويكس ومستر نايت انهم ياخدوهم معاهم لقريتهم، وهناك هيكافئوهم بذهب كتير. وبياخدهم لوفي وبيمشي، وبيروح يوصلهم للجزيره بتاعتهم اللي اول ما بيقربوا للجزيره بتاعتهم بينطوا في البحر، وبيضحكوا عليهم وبيسيبوهم وبيمشوا. وبيدخل طاقم قبعه القش الجزيره، بيلاقي اهل القريه مستنيينهم وبيرحبوا بيهم ترحيب كبير جدا، وبيشوفوا عمده جزيره الويسك بيك وبيقول لهم اهلا بيكم في جزيره الويسك بيك. بيعرفهم ان الجزيره معروفه بحبها للقراصنه ودايما بنعمل حفلات استقبال ليهم. وبيروح لوفي والطاقم وكله بياكل وبيشرب وبيكونوا مبسوطين على الاخر، لحد ما الاحتفالات دي بتخلص وكلهم بيناموا من التعب. بنشوف نايت وويكس وهم واقفين مع العمده ده، وبنعرف ان اسمه مستر ايد، وبيعرفهم انه نجح انه ينيم الطاقم القراصنه ده كله، وبيطلع لهم ملصق تبع لوفي وبيعرفهم انه مطلوب وعليه مكافاه 30 مليون بري وانه ناوي يسلمهم للبحريه. لكن بيشوفهم زورو وبيعرفهم انهم مش هيقدروا عليه، وانه كمان عارف المنظمه بتاعتهم واللي اسمها برو كروكس واللي فيها محدش عارف هويه التاني، وكل واحد
ليه رقم بيتنادى بيه، وزعيم المنظمه محدش يعرف هويته، بيسالوا انت مين والمعلومات دي عرفتها ازاي، بيعرفوا ان المنظمه دي حاولوا توظفوا معاه زمان بس هو رفض. بعدها بيهاجموا كلهم عليه، لكن زورو بيكون اقوى منهم وبيقدر يهزمهم الواحد ورا التاني، وبيقدر يهزم مستر 8 ومستر نايت هما كمان. بعد ما بيهزم مستر 8 بنشوف ان المنظمه بعتت شخصين تانيين، واللي اسمه مستر 5 والبنت دي اسمها فالانتي، وبيعرفوا ان في ناس جت من مملكه الاباستا وعرفوا اسرار المنظمه، وبيظهر الخوف على وش مستر 8 وبيهاجم عليهم، لكن ما بيتاثروش بالهجمات بتاعته، وبيضحك مستر 5 وبيقول انه عارف هويته الحقيقيه وان اسمه جرام وبيكون قائد امن مملكه الاباستا، والبنت اللي اسمها ويكس دي بتكون اميره الاباستا واسمها الحقيقي فيفي، والزعيم امر بقتلهم. وبيهاجم مستر 5 على جرام وبيقدر يهزمه، بيطلب جرام من زورو انه يحمي الاميره، بيعرفوا ان هو من شويه كان عاوز يقتلهم، لكن بتظهر نامي وبتعمل معاه صفقه انهم هيحموا الاميره لكن بمقابل مليار بري من عملتهم. بيوافق جرام، وبنشوف مستر 5 وهو بيهاجم على فيفي، لكن بنشوف زورو وهو بيسد هجومه بكل سهوله. بعدها بيظهر لوفي وبيقدروا هما الاثنين انهم يهزموا مستر 5 وفالنتين، وبتقعد بعدها فيفي وبتحكي لهم عن مملكه الاباستا، وبتقول ان الاباستا معروفه من زمان كحضاره عظيمه، وهي حاليا في وسط حرب اهليه، وفي حرب هتحصل فيها دلوقتي، وبتقول انها اكتشفت منظمه البروك روكس وهي السبب الاكبر في الفوضى اللي بتحصل في المملكه، وعشان كده انضمت ليهم وحاولت تعرف اسرارهم، وبالفعل عرفت هدف المنظمه الحقيقي وهو الاستيلاء والتحكم في مملكه الاباستا، وكمان عرفت زعيم المنظمه بتاعهم وهو فرد من الشيتشوبوكاي واسمه كروكودايل. بيجي جرام وهو مغير شكله على واحده ست، وبيطلب من لوفي ان ياخد فيفي معاهم لمملكه الاباستا، وفي الوقت ده هيحاولوا يقتلوها، ولكن لوفي بيوافق على طول وان هو هياخد سفينه عشان يداري عليهم. وهو ماشي في البحر وفجاه السفينه بتاعته بتنفجر، وبتظهر واحده من منظمه البروك روكس، ولكن لوفي والطاقم بياخدوا السفينه بتاعتهم وبيمشوا عشان محدش يطاردهم، ولكن بتكون البوسطه اللي مع نامي لسه ما سجلتش الطريق لمملكه الاباستا، وبيضطر يروحوا الجزيره تاني الاول. بيوصل لوفي لجزيره الجين جرادن، وبيشوفوا انها عباره عن غابه كبيره ومليانه كلها حيوانات مفترسه، وبينزلوا كلهم من السفينه ما عدا اوسب ونامي. بعدها بشويه بيظهر شخص عملاق جدا عند السفينه، وبيقول ان اسمه بروجي وهو من محاربين الباف. بعدها بنشوف لوفي بيقابل محارب عملاق وبيقول ان اسمه دوري وهو كمان من محاربين الباف. بنشوف نامي واوسب وهم قاعدين بيتكلموا مع بروجي، ولوفي وفيفي قاعدين مع دوري، وبيسالوا لوفي هو ليه قاعد لوحده هنا في الجزيره دي، بيقول له انه من جزيره الباف ودي جزيره كلها عمالقه، وهو بدا قتال مع صديقه بروجي وانهم بقالهم 100 سنه بيتقاتلوا مع بعض، ولحد دلوقتي مفيش حد انتصر منهم في القتالات اللي دارت من 100 سنه وكلها انتهت بالتعادل، ولكن القتال ما بينهم لسه ما انتهاش ولازم ينتهي بفوز واحد فيهم والا هتجيله لعنه طول عمره. بعدها بنشوف البركان بينفجر، وبيقولوا الاثنين المحاربين ان دي اشاره القتال ما بينهم، وبيروحوا يتقاتلوا مع بعض، ولكن كالعاده بينتهي القتال بالتعادل ما بينهم. بروجي بيقول انه معاه شراب اخده من ناس غريبه جم على الجزيره دي، فبيديله شويه منه وفعلا بياخدوا دوري، وبعد ما بيشربه بينفجر في بطنه. بنشوف مستر 5 رجع هو والبنت اللي معاه، وكمان معاه شخص من المنظمه وان اسمه مستر 3 ومعاه بنت صغيره كده، ومستر 3 ده عنده قوه انه يقدر يخرج شمع من جسمه ويتحكم فيه زي ما هو عايز، وبنعرف ان خطتهم انهم يقبضوا على الاثنين العمالقه عشان كل واحد فيهم عليه مكافاه 100 مليون بري من عملته، وكمان القبض على قبعه القش لوفي عشان كده حط متفجرات في الشراب اللي شربه دوري. بيغضب لوفي بعد ما بيشوف دوري وهو متصاب، وبيقول انه مستحيل حد من الطاقم بتاعه يعمل كده، وبيعرفوا ان في ناس تانيين على الجزيره معاهم، وبينفجر البركان مره تانيه، وبنعرف ان دي اشاره القتال ما بينهم. بيحاول لوفي ان يوقفه، لكن دوري بيحط صخره عليه كبيره عشان ما يوقفوش عن القتال، وبيعرفوا انه مش هينفع يهرب من القتال اللي بدأوا من 100 سنه، لكن بيكون التعب على وش دوري، وبيقدر بروج اخيرا ان يهزم دوري، لكن وهو واقف بيلاقي مستر 3 مسيطر عليه بالشمع بتاعه، وبيحضر مستر 5 عند لوفي وبيقدر يمسك فيفي، وبيهزم اوسب ولوفي وهم مش عارفين يتحركوا. بيقول مستر 5 انهم كمان مسكوا نامي وزورو بعد ما وقعوهم في الفخ بتاعهم، وبيحط مستر 3 زورو ونامي وفيفي في تقنيه شمع هو عملها، ولكن كل شويه الشمع هينزل عليهم لحد ما يتحولوا لتماثيل من الشمع ويموتوا. بنشوف الطائر بتاع فيفي وهو بيحاول يساعد لوفي عشان يخرج من تحت الصخره اللي عليه، وبيحاول بروج انه يكسر الشمع اللي عليه، لكن مستر 3 بيحاصره بشمع اكتر، لكن اخيرا بيتحرر لوفي ومعاه اوسب، وبيحاول لوفي انه يكسر تقنيه الشمع اللي على باقي الطاقم، لكن بيفشل في كل مره. وفي الوقت ده بنشوف سانجي وهو قاعد مستني الطاقم عشان يرجع للسفينه، فبيلاحظ انهم اتاخروا فبيروح عشان يدور عليهم. بيعمل مستر 3 درع من الشمع على جسمه، ولوفي ما بيبقاش قادر انه يضربه، وبيلف اوسب حبل على تقنيه الشمع وبيكون عليها زيت، وبيولع
بيولع لوفي فيها وبيدوب كل الشمع وبيتحرر زورو اخيرا. بيهاجم زورو على مستر فايف وبيقدر يهزمه. بعدها لوفي بيجري ورا مستر 3 وبيقدر انه يهزمه هو كمان. وبنشوف ان سانجي قدر يوصل لبيت مستر 3 وهناك بيلاقي حلزون اتصال وبيرد عليه وبيطلع ان الاتصال من مستر 0 زعيم العصابه كلها. بيساله خلصت المهمه ولا لا، وسانجي بيرد عليه وبيقول له ايوه خلصت المهمه بنجاح. لوفي والطاقم بتاعه ما بقوش موجودين على قيد الحياه. بعدها بيقول له مستر 0 ان في بوصله لمملكه الاباستا عنده وهو مستنيه هناك عشان تبدا عمليه السيطره على المملكه. نرجع لباقي الطاقم واللي بيعرفوا بروجي ان دوري كان متصاب وبيفوق هما الاثنين وبيرجعوا حبايب تاني. بعدها بيجي سانجي وبيعرفهم انه كلم شخص اسمه مستر 0 وافتكر ان هو مستر 3 وقال له ان هو موت طاقم قبعه القش وتخلص من الباقيين وكمان معاه بوصله لمملكه الاباستا، وبيودعوا دوري وبروجي وبيمشوا وبتبدا رحله الطاقم الى طريق الاباستا. بنشوف في مملكه الاباستا وبنشوف كروكودايل وهو بيمارس وظيفته كشيتشيبوكاي وانه بيحمي المملكه من القراصنه، وبنشوف قوه التحكم بتاعته في الرمال والناس كلها بتحبه وفرحانه بيه عشان هو بيحميهم. بعدها بنشوف الطاقم وهم بيقابلوا شخص غريب وبيركب معاهم على السفينه، وبنشوف قوه الشخص ده انه بيقدر يحول وشه لوش اي حد بيلمسه بايده. بعدها بتيجي السفينه بتاعته وبتاخده وبيمشي، وهو ماشي بيقول ان اسمه مستر 2 وان اتشرف بمعرفتهم. الطاقم كله بيتخض لما بيعرف ان هو من اتباع المنظمه، وبيقولوا انهم لازما ياخدوا بالهم من افراد المنظمه وانهم ممكن يظهروا من اي مكان زي مستر 2 ده. واول ما بيوصل الطاقم للمملكه بتقول فيفي ان في واحه شمال المملكه اسمها يوبا وهي دي القاعده بتاع الجيش الثوار، وبتقول انها لازم تروح هناك الاول عشان تقنع قائد الجيش ان هو يوقف الثوره دي، وتحكي له ان كروكودايل هو السبب في ده وان الملك ما سرقش المطر بتاعهم ولا حاجه. بيبص الطاقم حواليه مش بيلاقي لوفي، وبنشوف لوفي وهو تايه في الصحراء بعد ما كان بيدور على اكل. بيلاقي لوفي بيت صغير في الصحراء بيجي يشرب منه لكن ما بيلاقيش ميه، وبيشوف شكاير فيها ماده شكلها غريب وبيجي لوفي ياكلها بيلاقي طعمها وحش وبيرميها في الفرن اللي قدامه، وبتبدا دخانه كبيره تطلع منها وبعدها الدنيا بتنطر. بيطلع الراجل اللي في البيت وهو مخضوض وبيقول له لوفي ليه بتعمل كده. لوفي مش فاهم هو بيتكلم على ايه، وبيقول له ان المسحوق ده اسمه مسحوق استدعاء المطر والكميه محدوده جدا عشان الحكومه منعت تصنيعه وكمان حرمت استخدامه لانه استدعاء المطر بيمنع نزول المطر في اماكن تانية، وبالتالي كده منطقه معينه هتقدر تتحكم في المطر ده وتاخده كلها ليها وهتمنع عن المناطق التانية. بس لوفي بعد ده كله مش بيفهم حاجه وبيساله عندك حاجه للاكل ولا لا. بنشوف في الوقت ده شخص غريب ماشي في مملكه الاباستا وعمال يسال الناس على لوفي، وفي نفس الوقت بنشوف النقيب سموكر وصل لمملكه الاباستا وبيخش النقيب سموكر لمطعم وبيلاقي الكرسان ده قاعد بياكل. بيقول له انه شجاعه منه يبقى كرسان مشهور كده وقاعد في مكان عام من غير خوف، وبنعرف ان الكرسان ده قائد الفرقه الثانيه من قراصنه اللحيه البيضاء قبضه النار ايس. وهم واقفين بيتكلموا فجاه بنلاقي لوفي دخل لجوه المطعم، واول ما بيشوفوا سموكر بيطلع يجري وراه وايس بيجري وراهم هم كمان، وبيطارد سموكر والبحريه لوفي لحد ما بيلاقي لوفي الطاقم بتاعه وبيجروا كلهم مع بعض. في الوقت ده بيظهر قبضه النار ايس بيطلب اسم لوفي والباقيين انهم يكملوا طريقهم وهو هيوقف سموكر. بيسالوا سموكر ليه بتساعد لوفي وبيقولوا ان لوفي يبقى اخوه، وبنشوف القتال بين قوه الدخان وقوه النار، وبسرعه ايس بيسيب سموكر عشان يلحق بلوفي وبيقابل لوفي ايس وبيروحوا للسفينه مع بعض. بيسال لوفي ايس هو بيعمل هنا ايه، بيقول له ان هو في مهمه وانه بيطارد شخص اسمه اللحيه السوداء والشخص ده كان معاه في الفرقه الثانيه وقتل زميل ليه، وبصفته هو قائد تبع الفرقه الثانيه فهدفه انه ينتقم منه. واثناء رحلتهم بتقول فيفي ان المطر بقاله سنين ما نزلش عندهم وان قبلها كانت اكتر بلد فيها المطر هي العاصمه، ويكتشفوا الناس في المملكه ان في مسحوق استدعاء مطر موجود في العاصمه، وقال انه الملك خد المطر من الكره الثانيه وخلاها تعيش في الجفاف وبسببه ناس كتيره ماتت من العطش، لكن في الحقيقه دي كانت خطه البروكروكس عشان يقوموا الثوار عليهم. وبتقول زي ما قالت قبل كده ان هي تروح تفهم قائد الجيش ان ده كله من ترتيب كروكودايل وقائد الجيش ده اسمه كوزا، وبتحكي لهم ان هي عارفه كوزا من هم صغيرين وكانوا دايما مع بعض، وكوزا ده كان معروف بحبه للمملكه وخوفه عليها، حتى الملك كان معجب بشجاعته. بعدها كبر وشاف قريته وهي عايشه في الجفاف وناس كتيره بتموت، وهو اللي كون جيش الثوار عشان يقوم بالثوره على الملك. بعدها بيقول ايس انه خلاص هيسيبهم بما ان اللحيه السوداء مش موجود في مملكه الاباستا فمهمته كده انتهت فيها، وبيدي لوفي ورقه وبيقول له خليها معاك دايما عشان هي اللي هتجمعنا ببعض تاني. بنروح نشوف كروكودايل وهو والمساعده بتاعته، وبتقول ان كل حاجه جاهزه خلاص وخلال وقت قصير جدا هيسيطروا على المملكه. بيوصل اخيرا الطاقم لواحه يوبا وبيلاقوها غرقانه في الرمال والاعاصير الرمليه مستمره فيها، وبيشوفوا راجل
الكبير هناك وبيسألوه فين جيش الصوار، وبيقول لهم ان جيش الصوار غير مكانه وراحوا قرية كاتوريا. وبنشوف زعيم الجيش كوزا وهو بيقول ان وقت الهجوم جه. في الوقت ده بنشوف اجتماع افراد منظمة البروك روكس، وبيكون حاضر مستر 2 ومستر 5 ومستر 1. بعدها بنشوف مساعد الكروكودايل واللي اسمها اول ساندي، بتقول ان جه الوقت اللي يعرفوا فيه زعيم منظمة البروك روكس، وبيظهر كروكودايل وبيتفاجئوا كلهم انهم كانوا شغالين مع احد الشيتشوبوكاي. والشيتشوبوكاي ده المفروض ان هو بيحمي المملكة وانه شغال مع الحكومة وبيساعد اي حد محتاج الحماية. وبيبدأ كروكودايل يشرح لهم ازاي هيقدروا يتحكموا في المملكة وقتها. بيحضر مستر 3 وبيقول لكروكودايل انه اسف انه ما قدرش ينفذ مهمته، ويخلص على قبعة الكواش لوفي هو والطاقم بتاعه. كروكودايل بيقول له انت قلت لي في الاتصال انك خلصت عليهم، وبيطلب كروكودايل من افراد المنظمة انهم يتخلصوا من لوفي والطاقم بتاعه عشان هم كده عرفوا هويته وممكن يسببوا له مشاكل. وبيبدأ جيش الصوار وافراد المنظمة في التحرك اتجاه العاصمة. واثناء ما الطاقم ماشي فجأة بيحاول حد انه يخطف الاميرة فيفي، بس لوفي بينقذها وبيطلب من باقي الطاقم انهم يكملوا ويوصلوا فيفي للعاصمة. بيقف لوفي وبيبص وراه بيلاقي كروكودايل. بسرعة لوفي بيهاجم عليه، لكن ضرباته ما بتأثرش عليه بسبب ان جسمه عبارة عن رمال. بيهاجم لوفي عليه مرة تانية لكن بيفشل برضه، وبيجمع كروكودايل نفسه ولكن حصلت حاجة. بيهاجم كروكودايل عليه بالرمال المتحركة بتاعته، لكن لوفي بيقدر يهرب منه، لكن وفجأة ايده بتجف على الاخر. قوة كروكودايل الرمال بتاعته بتقدر تمتص كل السوائل، بس لوفي كان معاه مية وبيقدر يرجع ايده تاني. بيهاجم لوفي على كروكودايل، لكن كروكودايل بيضربه بالخطاب بتاعه وبيرميه في الرمال بتاعته عشان تبلعه، وبيسيبه وبيمشي. بعد ما الليل بيجي بنشوف اول ساندي المساعدة بتاع كروكودايل وهي بتطلع لوفي. بعدها بيجي محارب اسمه بيل وهو من اتباع الملك، وبتقول له اول ساندي ان هو ينقذ لوفي، وبتسيبه وبتمشي. في الوقت ده بنشوف مستر 5 ومعاه واحدة اسمها ميري، وهم خاطفين الملك من ورا الحراس ومحتجزينه معاهم. وفي الفجر بيوصل الطاقم للمملكة وبيبدأوا يتفرقوا، وكل واحد من اعضاء المنظمة بيطارد حد فيهم. وفيفي هي بتكون لوحدها وبتحاول توقف الجيش، بس محدش من الجيش بيشوفها وبتقع وسطيهم. بعدها الاشتباكات بين جيش الصوار والجيش الملكي بتبدأ، وبتبدأ معاهم الحرب كمان. بعدها بيجي مستر 2 عند فيفي في الصحراء وهو متخفي على شكل اوسب، بس فيفي بتعرفه وبتهرب منه، وبتفضل تهرب لحد ما بتخش العاصمة وبتقابل سانجي هناك، وبيقف سانجي في وش مستر 2. في الناحية التانية بيقف زورو ونامي في مواجهة مستر 1 والبنت اللي معاه، واوسب وتشوبر في مواجهة مستر 5 وميري. وبنشوف مستر 5 والانفجارات اللي بيعملها بالمضرب بتاعه، وبيتصاب اوسب بواحدة منها. وميري اللي معاه عندها قوة الحفر تحت الارض، وبتمسك تشوبر من رجليه عشان يضربه بالمتفجرات بتاعته، وبيعرف ان نقطة ضعفهم هو الكلب اللي معاهم اللي بيطلع كور المتفجرات دي، وبيمسكوه وبيطلعوا منه كور كتيرة، وبيحصل انفجار كبير في المكان جدا. نروح لسانجي وبنشوف ان لسه كتاله مع مستر 2 مستمر، لكن في النهاية بيقدر سانجي انه ينتصر عليه. بتوصل فيفي اخيرا للقصر، بس بيظهر بعدها كروكودايل وهو بيكون معاه الملك. نروح قتال نامي هي والبنت اللي كانت مع مستر 1، وبنشوف قوة خصم نامي انها بتقدر تصنع اشواك من اي مكان في جسمها، ونامي كل اللي بتعمله انها بتهرب من هجماتها بس. بنروح للقصر تاني وبنشوف كروكودايل وهو بيحكي عن خطته الحقيقيه، وبيقول ان هو هدفه انه يلاقي السلاح الاسطوري بلوتون اللي طلقه واحده منه بتدمر جزر كامله. وبنعرف ان مكان السلاح محفور على البونجليف التاريخي اللي في مملكه الاباستا. وبيقول بعدها كروكودايل ان في قنبله موجوده وهتنفجر كمان شويه. نرجع تاني لنامي اللي بتقدر في النهايه انها تستخدم عصايه التاكس بتاعتها وبتهزم البنت دي. ونروح لزورو اللي بيواجه مستر 1 وقوته عباره عن ان جسمه كله صلب زي الفولاذ. بيهاجم عليه زورو لكن مش بتقدر السيوف انها تقطع جسمه. بيضحك زورو وبيقول انه كان محتاج تحدي اقوى، وبيضربه تاني لكن مفيش فايده، لحد ما زورو بيتصاب باصابات خطيره وبيفتكر قتاله مع ميهو وانه مش هيتهزم على ايد حد تاني، وبيقدر انه يستخدم تقنيه السيف الواحد وبيقطعه. بنشوف كروكودايل وهو ماسك فيفي وعاوز يرميها من فوق القصر وهو بيضحك، وبيظهر وقتها مونكي دي لوفي، وبيتجمع الطاقم كله وبيقول لهم انه اسف على انه خسر قدامه قبل كده، لكن المره دي مش هيتهزم تاني. وبيضرب لوفي كروكودايل المره دي وبيتصاب من هجماته. لوفي فهم نقطه ضعف كروكودايل وهي الميه، عشان الميه بتصلب الرمال بتاعته ومش بتخليه يتحرك من مكانه. ولوفي شايل برميل ميه على ظهره وهو بيقاتل كروكودايل. في الوقت ده فيفي بتقول لزورو ان في قنبله موجوده في الميدان تبع العاصمه وهتنفجر كمان 10 دقايق، وبيبداوا كلهم يدوروا عليها في كل حته. وبعدها بنشوف اول ساندي المساعده بتاع كروكودايل وهي بتاخد الملك وبتقول له تعالى يلا وريني البونجليف فين. وهم ماشيين كروكودايل بينادي عليها باسمها الحقيقي وهو نيكو روبين. بيتخض الملك من الاسم
نيكو روبين المجرمة المطلوبة للعدالة من 20 سنة وإن عليها مكافأة 80 مليون بيري. بيحط كروكودايل إيده على الأرض وبيحولها لرمال وبيقع لوفي وبيمسكه بعدها كروكودايل وبيسحب كل المية من جسمه وبيقع لوفي من فوق القصر بس بتقع عليه شوية مية وبيرجع يقوم تاني. في الوقت ده الملك وروبين وصلوا للمكان البونجليف والبونجليف هو حجر أسري قديم متسجل عليه أسرار من زمان جدا ولسه الطاقم ومعاهم فيفي وبيدوروا على القنبلة ومش عارفين يلاقوها. وبيوصل كروكودايل لمكان روبين والملك وبيقول لها انها تقرأ البونجليف وتعرفوا مكان السلاح فين. بتقرأ روبين البونجليف بس مش بتذكر اي حاجة عن السلاح وبتقول انه مش مكتوب اي حاجة عنه هنا وبيقول لها ان كان بينهم اتفاق انها تعرفوا مكان السلاح بمقابل كده سايبها تعيش بس خلاص كده اتفاقهم انتهى. وبيهاجم عليها وبيضربها من ظهرها. بتفكر فيفي في المكان اللي فيه قنبلة وبتكون فيها فعلا وقدرت تستنتج مكان القنبلة وبتطلب من الطاقم انه يتجمع تاني. بيوصل لوفي اخيرا لمكان كروكودايل وبيعرفوا ان لسه قتالهم ما انتهاش. بيشيل كروكودايل الغطا من على الخطاب بتاعه وبيظهر وهو مليان سموم. بيقدر لوفي يهاجم على كروكودايل وفي نفس الوقت بيحاول يتجنب الخطاب بتاعه. وبنشوف فيفي والطاقم وهم بيوصلوا للقنبلة اللي موجودة داخل برج الساعة الكبير. بيرمي الطاقم فيفي فوق البرج وبتقدر انها توقف الانفجار في اخر ثانية بس بعدها بتبص بتلاقي ساعة توقيت تانية وهو ده بيكون الوقت الحقيقي للانفجار. بعدها بنشوف المحارب بيل وهو بياخد القنبلة وبيطير بها للسماء وبتنفجر بيه. نرجع تاني لوفي والكروكودايل واللي في النهاية لوفي بيتصاب من السم بتاعه وبيقع لوفي على الارض. بعدها بيقف كروكودايل وهو منتصر وبيبص وراه بيلاقي لوفي وقف تاني بيقول ان هو مش هيتهزم من امثاله. بيضرب لوفي كروكودايل وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيدمر السطح بيه. بعدها بنشوف ان المطر اخيرا بدأ ينزل وبيرفع كوزا ايده للسماء وبينتهي القتال اخيرا. بيقابل الملك الطاقم وهو شايل لوفي على ظهره وبيقول لهم ان هو اللي انقذه بعد ما شاله هو وروبين وطلعهم قبل ما يموتوا تحت الحجاره. بيروح الطاقم للقصر وبيرتاح وبياكلوا وبيشربوا وبيحتفلوا كمان وبترجع الحياه تاني لمملكه الاباستا. بعدها بتيجي اخبار ان البحريه رفعت المكافاه على راس لوفي وان المكافاه بقت 100 مليون بري وكمان زورو بقى مطلوب عليه مكافاه 60 مليون بري. بعدها بيبدا الطاقم في رحلته الجديده وبيتوعدهم هم وفيفي انهم هيرجعوا لها مرة تانية. بعدها بشوية بتظهر لهم روبين وبتقول للوفي انها تنضم ليهم وبكده بتنتهي حكايتنا مع اركا الاباستا. بنشوف طاقم قبعة القش وهم ماشيين بيلاقوا سفينة بتقع عليهم من السماء كلهم بيتخضوا وبيحاولوا يحموا نفسهم قبل ما يغرقوا. بتشوف نامي ان البوصلة اللي معاها بتلاقيها مدية اتجاه لفوق. بتقول روبين ان ده ممكن يكون اتجاه جزيرة السماء وبيسألوها هي جزيرة السماء موجودة بجد. بتعرفهم انها ما تعرفش كتير عن الموضوع ده ولكن كانت بتسمع عنها وهي صغيرة بس. بتقول نامي ان ممكن البوصلة تكون بايظة لكن روبين بتقول لها ان في الجراند لاين بوصلة اللونجو بوس مش بتدي اتجاه غلط وطالما اشارت لمكان يبقى المكان ده موجود فعلا. بيلاقي الطاقم خريطة مكتوب عليها سكيب بيقول لوفي ان دي الخريطة بتاع جزيرة السماء ونامي بتقول ان احتمال برضو الخريطة دي ما تكونش حقيقية. بينزل الطاقم عشان يدور على اي حاجة مهمة في السفينة اللي وقعت عليهم من السماء دي وبتيجي بعدها سفينة غريبة واسمهم مسيرة وبيقولوا ان دي منطقتهم واي سفينة بتغرق فيها بتكون بتاعتهم. وبينزلوا هم كمان عشان يطلعوا السفينة واثناء ما هم بيطلعوا السفينة بتظهر سحلفة كبيرة جدا وبتبلع السفينة كلها بس لوفي وسانجي وزورو بيقدروا يهربوا. وفجأة بعدها الليل بيليل وبيظهر ظل الناس كبيرة جدا. بسرعة الطاقم بالسفينة بيهربوا وهم مش فاهمين ايه اللي شافوه ده. بيفكروا بعدها الطاقم هيروحوا فين بما ان البوصلة مش مدية اتجاه في البحر بس روبين بتدي النامي بوصلة دائمة ومكتوب عليها انها لجزيرة جايا. بتقول روبين انها خدتها من القراصنة اللي قبلهم من شوية وبيقرروا الطاقم انهم هيروحوا لهناك. بينزل لوفي وزورو ونامي وبيبدأوا يتمشوا في المدينة وبيبدأوا يشوفوا ان المدينة كلها قراصنة وفي كتير منهم عليهم مكافئات من البحرية. وبيخشوا هم التلاتة جوا مطعم لكن وهم قاعدين بيخش عليهم قرصان اسمه بيلامي بيقول فين قبعة القش لوفي وبيروح يقعد جنبه. وفجأة لوفي وهو بيشرب بيضربه في الارض. بيقف لوفي تاني وبيلامي بيقول له يلا وريني قوتك وقدراتك بس نامي بسرعة بتقول له احنا مش جايين هنا عشان نقاتل حد وبتسأل صاحب المحل ازاي يقدروا يروحوا لجزيرة السماء. بيتفاجئ الراجل والناس من اللي سمعوه وبعدها كلهم بيبدأوا يضحكوا عليها. بيقول بيلامي ان جزيرة السماء اسطورة بس ومفيش حاجة اسمها كده وان السفن اللي بتقع بسبب ان الجراند لاين فيه تيارات شديدة وبتطير السفن اللي فوق
في السماء وبعدها بتقع وهي متكسره. وهم خارجين بيلاقوا شخص غريب بيقول لهم ان جزيره السماء موجوده وان احلام الناس ما بتنتهيش ابدا. بعدها بيرجعوا للسفينه وبنشوف روبين وهي معاها خريطه وبتقول انها خريطه للجزيره دي وبتشاور لهم على مكان وبتقول ان في راجل اسمه كراكت اتنفى من الجزيره دي وممكن يكون عارف حاجه عن جزيره السماء. واول ما بيوصلوا عنده بيلاقوا بيت عباره عن قصر كبير، بس بيلفوا وراه بيلاقوا ان هو مجرد نص بيت قديم. بيلاقوا الطاقم كتاب صغير اسمه حكايه نولان الكذاب، وبنشوف انه من 400 سنه كان في شخص اسمه نولان وكان دايما بيحكي للناس عن قصصه ومغامراته. وفي يوم جه قال للناس انه لقى مدينه فيها جبل من الذهب، وبسرعه الناس بتروح معاه، وبعد ايام بيروحوا مش بيلاقوا حاجه، وعقابا ليه على كذبه بيحكموا عليه بالاعدام. وهم بيعدموه قال ان اكيد جبل الذهب غرق في البحر، والقصص دي كانت بتتقال للاطفال وانك لو كذبت هتتعدم زي نولان. وبنعرف ان الجزيره اللي نولان كان قصده عليها وان جبل الذهب اللي كان موجود عليها هي جزيره جايا اللي هم موجودين فيها دلوقتي. بيبصوا للميه وفجاه بيطلع شخص غريب منها وبيهاجم على سانجي، وسانجي بيحاول يضربه بس فجاه بيقع الراجل ده لوحده وبيغمى عليه. بياخدوه بعدها جوه البيت وبيبدا توشوبر يعالج فيه. بيقول ان ده مرض بيجي للغطاسين نتيجه تغيير الضغط من ضغط الميه لضغط الهواء مره واحده. وبعدها بيجوا ماسيرا اللي شفناهم قبل كده ومعاهم اخوهم شوجو وهم اصدقاء لكاراكت. بعد ما بيفوق كاراكت بيسالوه عن جزيره السماء، وكاراكت بيقول لهم ان الوحيد اللي كان بيتكلم عنها هو نولان الراجل اللي عرفنا قصته من شويه. بعدها بنعرف ان كاراكت من نسل نولان وان من زمان جدا عائله نولان نفوها من الجزيره دي، وهو من صغره بيغطس كل يوم في الميه عشان يدور على الذهب ويبرق جد نولان ويستعيد شرف العائله. بيوريهم كتاب من كتب نولان وهو مسجل هو والطاقم بتاعه لحاجات غريبه، وقالوا انها نزلت من جزيره السماء. وبكده الوحيد اللي كان يتكلم عن جزيره السماء هو نولان، بس ما عندهمش دليل ان هو طلع فوقيها، بس هو قال انه معاه حاجات منها. بيبدا كراكت بعدها يحكي لهم اللي يعرفه عن جزيره السماء. بيقول ان في انفجارات بتعمل تيار ميه لفوق في البحر، والسفينه بتاعتهم تقدر تطلع على تيار الميه من دول، وكراكت ومسيرة وشوجو هيجهز لهم السفينه عشان تقدر تتحمل تيار الميه من غير ما تتدمر. وهم قاعدين بياكلوا بيوريهم اجراس ذهب لقوها في البحر، وبيقول ان ده دليل على انه فعلا في جبل من الذهب وان نولان جده ما كانش كذاب. وفجاه كراكت بيفتكر حاجه وبيقول لهم ان التيار الجاي هيحصل في جنوب الجزيره، وعشان يروحوا لازم يجيبوا طائر اسمه طائر الجنوب، والطائر ده مهما كان المكان اللي هو موجود فيه هيفضل يشاور برضه على اتجاه الجنوب. بيروح الطاقم يدور على الطائر في الغابه، واثناء كده بنشوف القرصان بيلامي بيجي بالسفينه بتاعته عند بيت كراكت وبيهاجموا على كراكت، بس الاثنين اللي معاه بيقدروا يضربوهم، وبيهاجم بيلامي بفاكهه الشيطان بتاعته وبيهزمه بعدها، وبيسرق الذهب اللي كان موجود في بيت كراكت واللي كان لقاه في البحر. بنروح للغابه وبنشوف ان الطاقم اخيرا قدر يمسك طائر. بيرجع الطاقم عند كراكت وبيشوفوهم وهم متصابين وواقعين على الارض، ونامي بتخش جوه البيت وبتقول ان الذهب اتسرق. بيسال لوفي كراكت مين اللي عمل كده، فكراكت بيقول له انه مش مهم، المهم انهم يجهز لهم السفينه عشان يطلعوا لجزيره السماء. بيبص لوفي وبيشوف علامه قراصنه بيلامي وبيعرف ان هم اللي عملوا كده. بيروح لوفي عند بيلامي وبيقول له رجع الذهب اللي انت اخدته. بيضحك بيلامي وبيقول له لو عاوز الذهب يبقى لازم تاخده بالقوه. بيهاجم بيلامي على لوفي، ولوفي مش بيعمل اي حاجه غير انه بيتفادى هجماته بس. بيفضل بيلامي انه يستخدم قوته الكامله لحد ما لوفي بيقدر يضربه بضربه واحده وبيغمى عليه بعدها وما بيبقاش قادر يقوم تاني، وبياخد منهم الذهب تاني وبيرجعه لكراكت. نروح للبحر وهم عاملين اجتماع عشان عاوزين يعينوا شيتش بوكاي جديد بدل كروكودايل اللي اتهزم من لوفي. وفي اثناء الاجتماع ده بيظهر شخص غريب جدا وبيقول لهم ان قائد طاقم القراصنه بتاعه مستعد يكون هو الشيتش بوكاي الجديد واسمه تيتشي. بعد ما بيرجع لوفي للطاقم ومعاه الذهب بيلاقي ان السفينه خلاص بقت جاهزه، وبيشكرهم وبيبدا رحلته. بيروحوا الطاقم وهم معاهم مسيرة وشوجو اللي بيقدروا يحددوا مكان الطيارات اللي هتوديهم لجزيره السماء، وبيظهر الطيار وبيطير السفينه لفوق في السماء. بيصحى الطاقم وبيبص حواليهم بيلاقوا بحر لونه ابيض كبير جدا وملهوش نهايه. بتبص نامي للبوصله بتاعتها وبتلاقيها مديه اتجاه لفوق، وبتقول روبين انهم كده هيطلعوا لمنطقه اعلى من دي. وفجاه وهم واقفين بيهاجم عليهم شخص وبيضرب الطاقم بسرعه رهيبه وبيطير لفوق تاني وبيصوب مدفع ناحيه السفينه. فجاه بيجي شخص وبيضربه بالرمح بتاعه وبينقذهم، وبيقول ان اسمه فارس السماء. ازاي شخص واحد قدر يضربهم بالسهوله دي وانه كان سريع جدا وانهم مش قادرين يتحركوا براحتهم؟ بيقول فارس السماء ان جسمهم لسه ما اتعودش على ضغط الجو هنا، وبيقول لهم بعدها ان اسمه الحقيقي جان فول، وبيديهم صفاره وبيقول لهم ان المره الجايه لما يصفروا بيها يحضر تاني وهينقذهم لو وقعوا في اي مشكله، وبيسيبهم وبيمشي هو كمان. بيشوف الطاقم سحابه كبيره على شكل شلال كده وطالع لفوق، وبيروح عندها، واول ما بيروحوا لهناك بيلاقوا بوابه كبيره بيخش منها وبتطلع واحده وهي بتصورهم، وبتعرفهم ان هي اللي بتحرس البوابه تبع جزيره السماء، وبتقول لهم عشان يدخلوا هيدفعوا عن كل واحد مليار ليك استول، وليك استول دي هي العمله تبع جزيره السماء. وبيقولوا لها انهم مش معاهم فلوس عشان يدفعوا،
بتقول لهم مفيش مشكله وتقدروا تطلعوا، وبيظهر سلطعون كبير وبيطلعهم لفوق. وبنشوف الحارسه دي وهي بتكلم حد وبتقول له ان في ناس جديده دخلت جزيره السماء. وبيوصل الطاقم لشاطئ الجزيره وبينزلوا وبيفضلوا يلعبوا على شاطئ الغيوم، وهناك بيقابلوا بنت اسمها كونيس وبترحب بيهم. بعدها بيجي ابوها اللي اسمه باجايا وهو راكب على حاجه غريبه كده، وبيرحب بيهم هو كمان وبيقول لهم ان هو هيعرفهم اي حاجه محتاجين يعرفوها عن جزيره السماء. بتعجب نامي بالشيء اللي كان راكبه باجايا وبيقول لها ان اسمه ويفر وهو بيشتغل بالتيل، وبتاخده نامي عشان تجربه وبتسوقه في البحر. بعدها بيروحوا الطاقم مع كونيس وابوها لبيتهم. بعد ما بيقعدوا شويه بيلاحظوا اختفاء نامي، وكونيس بتقول انها قلقانه عليها عشان في مكان محرم على اهل الجزيره انهم يروحوه، وبيقولوا على المكان ده الجزيره المقدسه اللي بيعيش عليها الملوك. بتقول ان الملك اسمه انيل وبيراقبهم وشايفهم وعارف كل حاجه ومحدش يعرف شكله عامل ازاي، واللي بيخش المكان ده ما بيطلعش منه عايش. بعدها بنشوف نامي وهي موجوده هناك، وبتلاقي ويفر وعليه قوقعه لتسجيل الصوت. بتشغل نامي القوقعه وبتسمع صوت حد وهو بيموت. بعدها نامي بتشوف شخص بيهرب من 3 اشخاص شكلهم غريب بس باين عليهم القوه. بيحضر الشخص الغريب اللي هجم على سفينتهم قبل كده وبيهاجم على التلاتة دول، بس فجاه بعدها صعقه كبيره بتظهر في السماء وبتضرب الراجل اللي التلاتة كانوا بيجروا وراه. بيغضب الشخص الغريب اللي هجم عليه ده وبيقول ان انيل هو اللي عمل كده وان هو هينتقم منه في يوم من الايام. بتقعد بعدها نامي وبتسمع التلاتة دول بيتكلموا وبيقولوا ان حارسه البوابه بلغتهم ان في 7 اشخاص جدد دخلوا الجزيره دي وان هم هيخلصوا عليهم برضه. بتعرف نامي انهم بيقصدوا عليهم هم، وبتروح بسرعه عشان تحذر لوفي والطاقم. بنروح نشوف لوفي هو وباقي الطاقم واقفين مع اشخاص اسمهم حكومه جزيره السماء، وبيقولوا لوفي والطاقم انهم مطلوبين القبض عليهم. بعدها نامي بتحضر وبتقول لهم اللي حصل وانهم المفروض يسيبوا الجزيره دي دلوقتي حالا، بس الحكومه دي بتمسك كونيس وابوها وبيقولوا لوفي لو مشيتوا هم هيتحاكموا بدالكم. وبسرعه بيهاجموا على لوفي وزورو وسانجي، لكن بيقدروا يضربوهم كلهم بكل سهوله. بيقف النقيب بتاعهم وهو بيضحك وبيقول ان كده مفيش طريق للرجوع بالنسبه ليهم، وهم كده هيضطروا يواجهوا الكهنه بتوعه الارض المقدسه ودول اقوى بشر موجودين في جزيره السماء. بيجهزوا الطاقم عشان يمشي، لكن لوفي بيقول ان هو هيروح يجيب اكل الاول، واوسب بيقول انه هيجيب حاجات تانية ليه هو كمان، وبيروح كمان معاهم سانجي. واثناء ما السفينه واقفه فجاه بيظهر سلطعون كبير من تحت السفينه وبيسحبها لمكان بعيد. بيحاول زورو انه يضربه بس هجماته مش نافعه معاه. بيسال لوفي ابو كونيس ايه اللي هو خدهم ده، بيقول لهم ان ده سلطعون شغال مع انيل وهو كده واخدهم للمذبحه القربانيه اللي موجوده في الارض المقدسه اللي كانوا اتكلموا عنها. بتاخدهم كونيس وبيمشي وسط جزيره السماء وبتوريهم ويفر هناك عشان يروحوا عند نامي. وهم واقفين معاها بيلاحظوا ايديها عماله ترتعش وباين في عينيها الخوف. بيسالوها مالها، بتاع كونيس على الارض، وبتقول لهم ان هي اللي خلت السلطعون ياخد السفينه بتاعتهم وكمان كده بتوصلهم عشان الكهنه يخلصوا عليهم وانهم كلهم مضطرين يعملوا كده والا انيل هينزل عليهم العقاب بتاعه. وفجاه بتظهر صعقه كبيره من السماء وبتنزل عليهم، بس اوسب وسانجي بيهربوا منها. وبيجي جان فول وبينقذ لوفي وكونيس معاه بالمره وبيقول لهم ان هو ياخد كونيس عشان انيل ما ياذيهاش تاني. بعدها بياخد لوفي وسانجي واوسب الويفر وبيبداوا رحلتهم عشان ينقذوا نامي والباقيين. بنشوف في الوقت ده ان نامي وزورو وتشوبر وروبين وصلوا المكان تبع القربان، وبنشوف بقى الطاقم وهم داخلين بيلاقوا فخاخ كتيره لكن بيقدروا يهربوا منها. بتنزل نامي وزورو وروبين من على السفينه وبيدخلوا جوه الغابه، وتشوبر بس هو اللي بيفضل عليها. في الوقت ده بنشوف بقى الطاقم وصلوا لمكان فيه 4 طرق وبيحتاروا ياخدوا انهي طريق منهم، وفي النهايه بياخدوا طريق وبيخش منه. بيلاقوا ان في كور كتيره طايره حواليهم وبتقرب كره منهم وسانجي بيضربها برجليه وبتنفجر فيه. بعدها بيحضر شخص غريب وبنعرف ان ده واحد من كهنه الغابه اللي شغالين مع انيل واسمه ساتوري. في الناحيه الثانيه تشوبر اللي قاعد لوحده على السفينه بيجيله كاهن هو كمان. بنعرف ان لوفي قصاد كاهن وتشوبر قصاد كاهن تاني لوحده، ولسه زورو ونامي ما قابلوش حاجه، بس وضعهم كده مش هيستمر كتير. المعركه هتبدا مع انيل والكهنه بتوعه، وده اللي هنعرفه في الحلقه الجايه ان شاء الله. في الفيديو اللي فات شفنا مع بعض الجزء الاول من ارك جزيره السماء، ووقفنا بعد ما لوفي واوسب وسانجي قابلوا كاهن من كهنه انيل، وكمان تشوبر اتهاجم عليه من واحد منهم. بعد ما لوفي وسانجي واوسب بيقابلوا 4 طرق وبيختاروا طريق منهم، بيخشوا وبيلاقي حواليهم كور كتير طايره في الجو، وواحده من الكور دي بتنفجر فيه. بيظهر بعدها شخص غريب وهو من كهنه انيل واسمه ساتوري. بيحاول لوفي يهاجم عليه بس بنشوف الكاهن ده وهو بيتوقع هجومه قبل ما لوفي يضربه وبيتفاداها بكل سهوله. بعدها بيهاجم على لوفي وبيحط ايده بس على وش لوفي، ولوفي بيطير بعيد. بيحاول سانجي يهاجم عليه بس برضه الكاهن بيتوقع هجومه وبيتفاداها وبيضربه كمان. بعدها بيهاجم على اوسب وكلهم بيقعوا في الارض بعد ما اتضربوا منه. بيقوم لوفي بيحاول يهاجم عليه بس ولا ضربه بيتصاب منها، وبيمسك الكاهن لوفي من ايده وبينزل فيه ضرب. واوسب وسانجي ولوفي مش قادرين يعملوا حاجه قدامه وكلهم واقعين على الارض ومش قادرين يتحركوا تاني. في الوقت ده كانت شوبر عمال يهرب من الهجمات اللي عنده واللي كل ضربه ليه بيولع النار في الحاجات اللي بيلمسها، وفي نفس الوقت تشوبر
شوبر بيحاول يحمي السفينة من انها تحترق. بيقعد شوبر على الارض وقبل ما يضربه الكاهن ده ويخلص عليه بيظهر فارس السماء جان فول وبينقذه. بتبدأ معركتهم وفجأة بيلاقي الكاهن ده من وراه وبيضربه وبيوقعه على الارض. في الوقت ده بنروح نشوف الشخص الغريب اللي هاجم على السفينة قبل كده وهم قبيلة كاملة اسمها تشانديا والمحارب ده اسمه ويبر. وبنشوفهم هم بيتكلموا ان جه الوقت انهم ينهوا حكم انيل ويخرجوه من ارضهم. نرجع تاني لقتال جان فول والكاهن تاني اللي بيفضلوا يهاجموا على بعض. وفجأة جان فول بيلاقي جسمه وقف ومش قادر يتحرك. بيهاجم عليه الكاهن بالرمح بتاعه وبيقع جان فول في المية تحتيه. في نفس الوقت زورو وروبين ونامي كانوا لسه في الغابة. وطول ما روبين ماشية بتلاحظ ان في حاجات اثرية كتيرة موجودة في الجزيرة دي. نرجع تاني لوفي اللي لسه بيحاول يضرب الكاهن اللي عنده. بيهاجم عليهم الكاهن بمجموعة كور ورا بعض ولوفي بيهرب منها وبيقدر يمسك الحبل اللي بيتحكم الكاهن فيه وبيسحب الكاهن لوفي وبيسحب معاه الكور وبينفجروا فيهم هما الاتنين. بيفتح الكاهن عينه وبيبص يلاقي لوفي وراه ومسيطر على جسمه. وسانجي بيطير في الهواء وبينزل على راس الكاهن برجليه وبيخلصوا عليه. بعدها بنشوف في قبيلة شانديا ان في بنت صغيرة بتجري وهي خايفة وبتقول لهم ان في اتنين ماتوا والبنت دي اسمها ايسا وعندها قدرة تحس بتواجد البشر وبتسمع اصواتهم. ولما صوت بيختفي بتعرف ان كده مات او حصل له حاجة. بيقول ويبر ان دي احسن فرصة عشان يهاجموا على انيل والكهنة بتوعه. وفعلا بيروحوا محاربين القبيلة عشان تبدأ حربهم مع انيل. في نفس الوقت بيفتح تشوبر عينه وبيلاقي جان فول وهو نايم جنبه وفي حد انقذهم هما الاتنين. وبنعرف بعدها ان اللي انقذهم وطلعهم من المية هم طيور الجنوب اللي شفنا واحد منهم في الفيديو اللي فات. بيلاقي زورو ونامي وروبين نص بيت قديم وبيفتكروا بيك راكت اللي كان هو كمان نص بيت برضه. وبنعرف ان الجزيرة دي كانت منطقة من الارض ومش تبع جزيرة السماء وهو ده الجزء المفقود من جزيرة جايا. ونولان ما كانش كذاب ولا حاجة وانه اكتشف جزيرة جايا واكتشف الذهب اللي كان عليها كمان. بس لما الناس جت تشوفها كان طيار المية رفع نص الجزيرة لفوق لحد ما استقرت في السماء. في الوقت ده بنشوف المعركة بين محاربين السماء ومحاربين شانديا هتبدأ وكلهم نازلين ضرب ببعض. بيوصل لوفي واوسب وسانجي اخيرا لمكان باقي الطاقم وبيلاقي تشوبر وجان فول وجان فول نايم بعد ما عالجوا تشوبر. نرجع تاني لمحاربين الشانديا اللي مش قادرين يهزموا الكهنة وبيتصاب كتير منهم وبيقول القائد بتاعهم ويبر ان هم هينسحبوا حاليا. بيحاول كاهن يهاجم عليهم بس كاهن تاني بيوقفه وبيقولوا ان انيل عاوزهم دلوقتي. وبيظهر انيل اخيرا وبنشوف قوة البرق اللي بيقدر يتحكم فيها. بيقعد انيل ويقول لهم ان هم استهانوا بسكان البحر الازرق اللي هم الطاقم يعني عشان كده سطور الكاهن اللي كان بيقاتل لوفي اتغلب. بعدها بيقول الكاهن اللي اسمه شورا اللي كان بيقاتل جان فول ان جان فول لسه عايش وانه ما ماتش. وبيقول لهم ان مسموح لهم يستخدموا كل قوتهم في القتالات الجايه سواء كانت مع محاربين الشانديا ولا مع الطاقم. بنشوف الطاقم هم اخيرا قدروا ينزلوا السفينه للبحر تاني وبيحددوا الطاقم طريقين اللي هيمشوا منهم. لوفي وزورو وروبين وتشوبر هيكونوا مع بعض واوسب وسانجي ونامي هيكونوا مع بعض على السفينه. وبيتفق ان هم بعد ما يلاقوا الذهب اللي نولان كان ذكره في الجزيره دي هيهربوا منها على طول. وبنشوف جان فول على السفينه مع سانجي ونامي واوسب وبيحكي لهم حكايه الارض دي وبيقول ان جزيره السماء كانت هاديه ومفيش فيها مشاكل لحد من 400 سنه البحر حضف جزيره كامله فوق والجزيره دي كانت عليها سكانها اللي هم قبيله الشانديا. بعدها سكان جزيره السماء خدوا منهم موطنهم وطردوهم من 400 سنه ولحد دلوقتي قبيله شانديا بتحارب عشان ترجع ارضها اللي اتاخدت منها. بنروح عند ويبر واللي بقى جاهز هو وباقي محاربين القبيله عشان يروحوا يهاجموا تاني. والمره دي بيقول ان هو هياخد راس انيل. في نفس الوقت بنشوف لوفي واللي معاه وهم بيهربوا بعد ما قابلوا تعبان كبير جدا وبيظهر ان الفك بتاعه مليان سموم واللي هيلمسه هيموت على طول. بيفضل التعبان الكبير ده يهاجم عليهم وهم بيهربوا منه لحد ما بيتفرقوا عن بعض وكل واحد بيبقى في مكان. بيخشوا محاربين شانديا للغابه وفجاه بيلاقوا نفسهم مش عارفين يتحركوا. بيظهر اشورا وبيقول لهم ان هم وقعوا في فك الخيوط بتاعه بس بيبقى فيه محارب واحد بس هو اللي ما وقعش فيه اللي بينزل عليه من فوق وبيستخدم هجوم الريجكت بتاعه وبيهزم شورا. بعدها بنشوف ان زورو قابل واحد من محاربين شانديا اللي بيهاجم عليه بسرعه وبيحاول زورو يضربه بس خصمه سريع جدا ومعاه مسدسات وزورو مش عارف يقرب منه عشان يضربه بالسيوف بتاعته وعمال يهرب من طلقات المسدس بتاعته. بيقول زورو ان هو هيستخدم تقنيته الجديده وبيهاجم على الشخص ده وبيقدر زورو اخيرا انه يضربه وينتصر عليه. وفي الناحيه الثانيه كان ويبر كان قابل لوفي وهاجم عليه وبداوا قتال ما بينهم بس هجماته كلها ما بتاثرش على لوفي. وفجاه بيظهر التعبان الكبير اللي شفناه قبل كده وبيبلع لوفي جواه. بنروح نشوف تشوبر وهو فجاه بيلاقي واحد من الكهنه قدامه وبيهاجم عليه. بيحاول تشوبر يهرب منه ويستخدم كره الرامبل بتاعته بس مفيش فايده وتشوبر بيتصاب منه وبيقع برضه. بيقف تشوبر وبيحاول يفكر ازاي يهزمه. بيقرب تشوبر منه وبيمسك
يمسكه من رجليه. بيطير الكاهن وراه بسرعه، بس فجاه بيلاقي تشوبر خد دايل من رجله وبقى رجله واحده بس اللي فيها دايل، وبيفقد التوازن بتاعه. بسرعه كبيره بيستخدم تشوبر كره الرامبل بتاعته وبيضرب الكاهن في الارض وبيوقعه في المستنقع وبيغرق فيه. بعدها بنشوف محارب شانديا واسمه كاماكيرو، وهو ماشي وفجاه بيلاقي انيل في وشه. بيضحك كاماكيرو وبيقول له ان هو جاي عشان يخلص عليه. بيقول انيل ان هو هيقعد 5 دقايق من غير اي حركه ولا هيتفادى هجوم من بتاعه، لكن بعد ال5 دقايق هيهاجم هو عليه. في الوقت ده بنروح نشوف نامي والسفينه، وبنشوف ان كونيس وابوها جم عشان يساعدوهم، ومعاهم البنت الصغيره اللي شفناها قبل كده اللي اسمها ايسو. بعد 5 دقايق من الهجمات اللي ملهاش لازمه بيقع محارب شانديا في الارض، وبنشوف قوه انيل وان جسمه كله عباره عن برق وكل الهجمات بتعدي منه ومش بيبقى ليها اي لازمه خالص. بيحاول المحارب يهرب عشان يحذر ويبر ويقول له انه مش هيقدر على انيل، بس انيل بسرعه البرق بيختفي وبيظهر قدامه وبيقول له ان ال5 دقايق خلصوا وجه دوره في الهجوم، وبيهاجم عليه وبيخلص عليه بضربه واحده. بنشوف لوفي وهو ماشي ببطن التعبان اللي بلعه وفاكر نفسه في كهف وبيدور على المخرج بتاعه. بنروح عند روبين واللي بتكون لسه ماشيه وعماله تسجل وتكتب كل الكلام اللي على الحجاره الاثريه اللي موجوده على الجزيره، وهي ماشيه بتلاقي مكان عالي وبتجري تخش فيه وبتلاقي سلم لتحت وبتنزل فيه روبين، وبتفضل تمشي لحد ما بتوصل لمدينه شندوره مدينه الذهب. بتتحمس روبين ان هي ممكن تلاقي هنا حاجات عن التاريخ وتشوف البونجليف اللي تسجل عليه التاريخ كله. بنروح نشوف نامي اللي بتاخد الويفر، وفجاه بيظهر التعبان الكبير وبيهاجم على البنت الصغيره اللي اسمها ايسا، بس نامي بتلحقها وبيخش جوه الغابه. بعدها بنشوف ان ويفر قدر اخيرا يوصل للمكان اللي بيطلعه لانيل، بس بيلاقي كاهن هناك بيوقفه. بيجي بعدها جان فول وبيقول له ان ملهاش لازمه تطلع لانيل فوق لانه هو موجود معانا هنا، وبيظهر بعدها زور وهو بيقع من السماء، وزور وجان فول وويبر وكاهن من كهنه انيل وكلهم في نفس المكان، وبتبدا المعركه ما بينهم. ويبر بيهاجم على زور وبعدها الكاهن بيهاجم عليهم وجان فول بيضربهم من فوق. بنشوف نامي والبنت الصغيره اللي معاها وهم بيهربوا من رجاله انيل وداخلين لمكان المعركه، واول ما بتخش نامي بيحاولوا يهاجموا عليها بس زور بيوقفهم وبينقذها. بيهاجم ويبر على نامي بس جان فول بينقذها وبيطير بيها، وفجاه التعبان الكبير بيبلعهم وبيستخدم الكاهن قوته وبيحوط المكان كله بسور من الحديد وبيقول لهم محدش هيهرب من هنا. بيقابل جان فول ونامي لوفي جوه التعبان وبيعرفوه ان هو جوه بطن التعبان مش كهف زي ما هو فاكر. بيهاجم الكاهن على زورو بالسيف الحديدي بتاعه اللي بيقدر يتمدد، وزورو بيحاول يتفادى ضربته. بيهرب زورو وبيضربه بس كل الهجمات مش بتوصل ليه بسبب السيف بتاعه اللي بيقدر يهاجم به من مسافات بعيده. بيقف زورو وهو باين في عيونه الغضب وبيمسك الثلاث سيوف بتوعه، والكاهن بيهاجم عليه. بيستخدم زورو هجوم الثلاث سيوف بتوعه اللي بيقدر يخلص على الكاهن مره واحده، وفجاه انيل بيضرب الارض اللي هم واقفين عليها وبتتدمر كلها مره واحده وبينزلوا كلهم لتحت. بتقدر نامي وجان فول يطلعوا من بطن التعبان، والطائر بتاع جان فول بيخش جوه تاني عشان يرجع ايسا ولوفي. بيقع زورو وهو شايل تشوبر بعد ما انقذه من الوعقه، وبيلاقي روبين تحت. بيقف زورو وجان فول وويبر وروبين قدام انيل وبيسالوا جان فول هدفه ايه من ده كله. بيقول لهم ان هو زهق من جزيره السماء وهيروح لسكان الارض، لكن قبل ما يمشي هيدمر جزيره السماء كلها وهيقتل كل فرد فيها. بسرعه بيهاجم جان فول عليه، بس مفيش هجمه بتنفع على انيل اللي جسمه كله من برق. بيهاجم هو عليه بالبرق بتاعه وبيوقع جان فول على الارض. بيهاجم زورو عليه بس بنفس الطريقه بيمسك انيل السيوف بتاعه زورو وبيتصاب من البرق بتاعه، وبيهاجم على ويبر اللي ما بيعملش حاجه وبيضربه برضه. بعد ما كلهم بيتهزموا ما بيتفضلش غير نامي وبيقول لها تعالي معايا للارض البحر الازرق، وبتوافق نامي على طول. بنروح نشوف السفينه بتاعته الطائره الكبيره واللي هينزل بيها على البحر. في نفس الوقت كان لوفي قدر اخيرا انه يطلع من بطن التعبان، وبيشوف لوفي زورو وروبين وكلهم واقعين على الارض ومتصابين، وبتشوف اس ويبر وبتبدا تعيط وبتقول للوفي ان ده انيل هو اللي عمل كل ده. بتفوق روبين شويه وبتقول للوفي ان انيل خد نامي وناوي يدمر جزيره السما كلها ويقتل كل الناس اللي فيها. بسرعه بيجري لوفي على انيل وبيوصل لمكانه هو ونامي. بيهاجم انيل بالبرق بتاعه على لوفي، بس لوفي ما بيتاثرش بولا هجمه منه، وانيل مش فاهم ليه. بيجري لوفي على انيل وبيضربه ببطنه، وبيقع انيل على الارض اخيرا. فكهت الشيطان بتاعت لوفي هي المطاط، خلي الجسم كله مطاط، وطالما جسمه مطاط فالبرق ملوش لازمه قدام المطاط لان المطاط ما بيتاثرش بالكهرباء. بيهاجم لوفي على انيل بهجمات سريعه ورا بعض، بس انيل عنده قدره التنبؤ بالهجمات زي الكاهن اللي شفناه قبل كده. لوفي في معركه جامده جدا. بيحاول لوفي تاني انه يضرب انيل باللكمات بتاعته، بس انيل بيمسك ايديه وبيرمي جسمه على الارض. بيقف بعدها انيل وبيبدا يشغل السفينه بتاعته، وبتطير السفينه في الهواء وبتبدا سحابه سودا كبيره جدا تغطي السماء بتاعت الجزيره كلها. بيقول انيل ان هي مليانه بطاقه البرق بتاعته، وفي اي لحظه البرق كله هيضرب في جزيره السماء وكل اللي في الجزيره
هيموتوا مرة واحدة وهتتدمر كلها. بيفكر لوفي يعمل ايه مع انيل بالتنبؤات بتاعته دي والهجمات اللي مش بتقدر توصله. بيجري لوفي على السفينة وبيفضل يضرب ضربات عشوائية اللي بتعمل ارتداء عشوائي، وانيل مش بيقدر يحدد اتجاه الضربات وبيتصاب منها. بيجري لوفي على انيل وبيضربه بكل قوته في وشه. بيهاجم لوفي عليه تاني بس انيل بيرفع درجة حرارة الذهب اللي في ظهر السفينة وبيحمي به نفسه، وبيعمل كرة كبيرة جدا على ايد لوفي. بيفقد لوفي التوازن بتاعه وبيرميه انيل من فوق السفينة. بنروح نشوف السفينة بتاعت الطاقم اللي كانت واقفة على طرف الجزيرة، وبيفوق سانجي بعد ما كان متصاب هو واوسف. بيبص سانجي فوق وبيلاقي سفينة كبيرة ونامي موجودة عليها. بيقف سانجي واوسف في مكان عالي وبيرمي اوسف الخطاب بتاعه وبيقدر يوصل للسفينة. ولوفي تحت بيقدر يقف تاني وهو شايل الكرة على كتفه، بيقول ان هو مش هيسيب انيل. بيوصل اوسف لمكان نامي وبيحاولوا يهاجموا على انيل، وبيبدأوا هما الاتنين يفكروا ازاي هيهربوا من هنا. بتشوف نامي الويفر وبسرعة بتاخده وبتحاول تهرب مع اوسف، لكن انيل بيوقف اوسف. بعدها سانجي بيتدخل وبيحدف اوسف لنامي وبيهربوا هما الاتنين من السفينة. بيتعرض سانجي لهجوم من البرق بتاع انيل وبيقع على الارض. بعدها بيلاقي انيل ان السفينة بتاعته عطلت، بيخش جواها وبيلاقي ان سانجي دمر حاجات كتيرة جوه، وبيبدأ البرق بتاع انيل يضرب جزيرة السماء والناس بتهرب منه. ولوفي بيجري عشان يحاول يوصل للسفينة، وبعد محاولات كتيرة بيقدر لوفي اخيرا يمسك في طرف السفينة، لكن انيل بيوقعه تاني عادي. بيكمل لوفي محاولات وكل محاولة بتفشل. بيوصل انيل اخيرا للجرس الاسطوري اللي مصنوع من الذهب بتاع قبيلة شانديا. بيقف لوفي تاني ونامي عمالة تفكر ازاي تساعد لوفي انه يوصل لانيل. بتبدأ النبتة العملاقة اللي هم واقفين عليها تقع، وهم واقفين عليها وبتقع، وبيجري لوفي ونامي هم راكبين على الويفر، وبيطير لوفي في الجو. بيهاجم انيل عليه بكل قوته بس البرق ملوش لازمة قدام لوفي. لوفي بيجري على انيل وبيضربه وبيستخدم لوفي ايده اللي فيها كرة الذهب، وبكل قوته بيضرب انيل في وشه، وبيطير انيل وبيخبطه في الجرس، وبيرجع الجرس الاسطوري يرن تاني لاول مرة من 400 سنة. وبيعرف كراك تحت ان جده نولان ما كانش كذاب ولا حاجة، وان مدينة الذهب كانت موجودة. بعدها بتنتهي الحرب اخيرا، وبيرجعوا سكان السماء وقبيلة شانديا حبايب تاني. وبيمشي الطاقم بعد ما انتهت رحلتهم ومعاهم ذهب كتير جدا وخلاص بقى اغنياء جدا، وبتدلهم كنيسة على طريق النزول، وبيرجع الطاقم تاني للبحر الازرق. وبكده نكون خلصنا ارك جزيرة السماء. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش الاشتراك واللايك، وانكم تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لو ما شفتش بقى الاجزاء الحق بسرعه شوفهم، هتلاقينا ملخصين اربع اجزاء لخصنا فيهم الجزء الاول والثاني والثالث والرابع، 195 حلقه من المتعه والاثاره والاحداث الجامده لخصناهم كلهم بالتفاصيل في اربع فيديوهات. لو لسه ما شفتهمش ارجع بسرعه شوفهم وتعالى كمل معانا. وبعد ما تكمل معانا وتطلع من الفيديو ده خش على ارك وان وارك البيجمام، هتلاقينا ملخصينهم كلهم وبالترتيب. في البدايه اتاكد انك حاطط اللايك الجميل ومشترك في القناه، وما تنساش صلى على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويلا بينا نكمل حكاية لوفي مع بعض. شفنا الجزء اللي فات ارك جزيرة السماء ومغامرة الطاقم اللي كانت حاجة فوق العظمة، وبعدها نزل الطاقم الى البحر الازرق تاني، واول ما بينزلوا بيقول لوفي يلا بسرعة على الجزيرة اللي بعدها. بعدها بشوية وبيوصلوا لجزيرة وبينزلوا فيها وبيبدأوا يتمشوا فيها، وفجأة بيلاقوا شخص غريب هناك جسم روبين بيرتعش وبتقع على الارض. بتقول لهم ان ده عضو من المارين ومن القوى العظمى للبحرية الادميرال او كي جي. بتقول لهم روبين ان في ثلاثة برتبة ادميرال بس في البحرية، اكاينو اوكيجي وكيزارو. بيقول لهم اوكيجي ما تخافوش انا مش هعمل لكم حاجه، انا جاي اتمشى وبس. بعدها بيظهروا ناس غريبه كتير على الجزيره، بيقول لهم ان هم ما اكلوش حاجه من ايام، وبيساعدهم الطاقم وبياكلوهم معاهم، وتشوبر بيعالج المصاب فيهم. ولما بتيجي الناس دي تمشي بنشوف قوه اوكيجي الكبيره اللي بيستخدمها ويخلي البحر كله عباره عن تلج. بيقول لهم امشي عليه لحد الجزيره الجايه. بيقعد اوكيجي وبيقول للوفي ان هو شبه جده، وبيقول لهم ان هو جاي هنا عشان يشوف روبين. بيقول اوكيجي دلوقتي ان هم بقى تهديد كبير للحكومة العالمية، وخصوصا ان روبين من الطاقم ده. بيسألوا سانجي ايه مشكلتك مع روبين، بيقولوا ان دي قصة قديمة. بيقول لهم ان كل مجموعة روبين انضمت ليها اتدمرت، وده سبب كافي بس عشان يعرفوه. بيهاجم اوكيجي على روبين بس زورو بيوقف هجومه، وسانجي ولوفي بيهاجم على اوكيجي بس بيهزمهم هما التلاتة وهو واقف مكانه. بيمسك اوكيجي روبين وبيحول جسمها كل القطعة من التلج. بيغضب لوفي، بيقول اوكيجي ما تخافش لسه عايشة بس هتموت لو في
فضلت كده. بيجري لوفي على روبين وبيحدفها الاوسب وتشوبر اللي بياخدوها وبيهربوا. بيقف لوفي بيقول لزورو سانجي ونامي ان هو عاوز يقاتل اوكيجي لوحده. بيهاجم لوفي على اوكيجي وبيضربه بس جسمه التلج بيتكسر ويرجع يتجمع تاني. وبيمسك لوفي وبيحول جسمه لقطعه من التلج هو كمان. بيقول اوكيجي لوفي ان هو قريب جدا روبين هتكون عقب عليه وبيقول ان هو هيسيبه في الوقت الحالي وبيمشي. بعدها بيحضر زورو وسانجي وبيشوفوا لوفي هو التلج مغطيه كله وبياخدوه ويرجعوه للسفينه عشان يتعالج جوه. بعدها بشويه بتفوق روبين وبتبقى زي الفل والحمد لله. بعد ما بيمشوا في البحر فجاه بيلاقوا ضفدع كبير بيعوم في الميه. بيمشوا وراه وفجاه بيلاقوا قطر كبير داخل عليهم. بعدها بيقابلوا بنت صغيره اسمها تشيمني والست الكبيره اسمها كوكر. بيسالوها ازاي القطر ده قادر يمشي في الميه. بتقول لهم ان في قبضان تحت الميه بيقدر يمشي عليها القطر ده ومفيش قطر زيه في اي مكان تاني. بتقول لها نامي ان البوصله بتاعتها مديه اتجاه جنوب. وكوكر بتقول لها ان هم كده في طريقهم لمدينه الووتر 7. بتقول لهم ان الووتر 7 مدينه جميله ومليانه احواض للبناء وتصليح السفن وهي الممول الرئيسي للسفن للحكومه العالميه. بيتحمس لوفي وبيقول ان هم يروحوا هناك عشان يضموا نجار للطاقم بتاعهم وبالمره يصلحوا السفينه اللي اتهلكت معاهم في الرحلات اللي فاتت دي. بتديهم كوكر خريطه للمدينه وبتديهم جواب وبتقول لهم يدوروا على شخص اسمه ايسبرغ وهو هيصلح السفينه بتاعتهم. بيشكر الطاقم كوكر وبيسيبوهم ويبدا رحلتهم للمدينه. بيوصل الطاقم للمدينه وبيشوفوها وبيشوف الشلالات اللي نازله منها وبتكون المدينه جميله جدا. بيوقفوا السفينه وبتنزل نامي ومعاها لوفي واوسف عشان يبيعوا الذهب اللي معاهم اللي اخدوه من جزيره السما. ويلاقي الراجل اللي اسمه ايسبرغ اللي كوكر قالت لهم عليهم عشان يصلح السفينه بتاعتهم. بيمشي وسط المدينه وهم عمالين يتفرجوا على الاماكن اللي فيها. على السفينه بيسال سانجي زورو على مكان روبين. بيقول ان هي نزلت هي وتشوبر للمدينه وبيقول بعدها ان هو هينزل يشتري حاجات هو كمان. نشوف روبين وتشوبر وهم ماشيين وفجاه بيلاقي تشوبر مكتب للكتب وبيخش جواه. وفجاه حد بيعدي من جنب روبين وبيقول لها سي بي نايت. بيظهر في عين روبين الخوف وبيطلع تشوبر من المحل بيلاقي ان روبين اختفت. في الوقت ده بيهاجم حراميه على السفينه عشان يسرقوها بس زورو بيهزمهم كلهم بكل سهوله وبيقولوا له ان هم هيرجعوا له تاني. بيقدر روفي واسب ونامي ان هم يبيعوا الذهب وبياخدوا قصاد 300 مليون بري. بعدها بيروحوا الطاقم عند محطه تصليح السفن وبيقابلوا الراجل ده وبيسالوه عن ايسبرغ وبيقول لهم ان هو العمده بتاع المدينه وصاحب شركه جالي لاصلاح السفن. بيقولوا له ان هم جايين عشان يصلحوا السفينه بتاعتهم وبيسالهم على مكان السفينه بتاعتهم وبيقولوا له ان هي على الشاطئ اللي على طرف الجزيره. بيقول لهم ان هو هيروح يشوف حاله السفينه وهيجي. بيقابلوا بعدها ايسبرغ بيعرفهم بنفسه والمساعده بتاعته اسمها كاليفا. بيقول لهم ان هو هياخدهم في جوله في محطه تصليح السفن. فجاه بيبصوا بيلاقي ناس شبه اللي هجم على زورو وسارقين الشنط بتاعتهم. بيقول ايسبرغ ان دول اسمهم عائله فرانكي وبيظهر نجار من النجارين اللي شغالين معاه وبيضرب الحراميه دول. النجار ده اسمه باولي واللي على كتفه الحمامه ده اسمه لوتشي. بيسالهم اسب على عائله فرانكي. بيقول لهم ان هم ضعاف بس رئيسهم فرانكي بيكون اقوى الناس في مدينه لوتر 7. بيخش بعدها لجوه وبيشوف العمال وهم شغالين وبيشوفوا قد ايه الناس بتحب ايسبرغ. بتقول لهم المساعده بتاعته ان كان في 7 معامل لتصليح السفن بس ايسبرغ بمهارته قدر انه يوحدهم كلهم. وبتقول ان هو دلوقتي صاحب شركه جالي اكبر شركه لتصليح السفن في البحر. في نفس الوقت بنشوف تشوبر وهو بيقابل سانجي وبيساله اذا كان شاف روبين ولا لا. بيحضر النجار اللي اسمه كوكر اللي كان قايل لهم هيروح يشوف السفينه. بيقول لوفي ونامي ان السفينه مش هتقدر تكمل معاهم تاني في البحر وانه مستغرب ازاي قدرت توصلهم لحد هنا. بيقول لهم حتى لو اتصلحت بالقوه فهي مش هتقدر تكمل في البحر تاني او حتى للجزيره الجايه. بنشوف تشوبر وسانجي وهم راجعين للسفينه وسانجي بيقول له ان هو قلقان من كلام اوكيجي على روبين وعلى ماضيها وانه خايف يكون اثر عليها بالكلام ده. في نفس الوقت كان لوفي غاضب جدا وبيقول ان هم مش هيغيروا سفينه الجوينج ميري مهما حصل. وهم بيتكلموا فجاه بيجي ناس من البحريه وبيطلب النجارين من لوفي ونامي انهم يستخبوا. وهم مستخبيين بيقول لوفي ان هو حاسس ان الشنط اللي معاه بقت خفيفه وبيفتحوا الشنط ومش بيلاقوا اي حاجه فيها. بيزعق لوفي وبيقول ان الفلوس اتسرقت بس بيلاحظ ان اوسب بقاله فتره مختفي. بيقول واحد من النجارين انه شاف شخص بمناخير طويله مع عائله فرانكي. بيقول لوفي ونامي ان ده اوسب وكده عائله فرانكي هي اللي سرقت الفلوس وبسرعه بيجري لوفي عشان يدور عليه. بتسال نامي باولي على مكان تواجد عائله فرانكي. بيقول لهم ان بيتهم في الشمال الشرقي على الساحل. بتاخد نامي القارب بتاعها وهي ماشيه بتشوف اوسب وهو مضروب ومرمي على الارض. بيبدا اوسب يعيط وبيقول لنامي ان عائله فرانكي خدت منه الفلوس عشان هو ضعيف. بتقول نامي الاوسب ما تقلقش هنجيب الفلوس منهم تاني وتقول له ان هي هتروح تجيب له تشوبر عشان يعالجه. في الوقت ده بنشوف بيت عائله فرانكي وبنشوفهم كلهم وهم فرحانين جدا وبيحتفلوا بالفلوس اللي اخدوها. فجاه بيخش عليهم اوسب وهو جسمه كله دم. بيقول لفرانكي رجع الفلوس اللي انت اخدتها. بيقف فرانكي وبيبص له وبيقول له ان السرقه من القراصنه ما بتعتبرش جريمة.
الجريمة أصلا، لأنها في الأغلب فلوس مسروقة. بيقول له فرانكي إنه هو هيروح يصرف الفلوس دي وبيسيبه للرجالة بتاعته تكمل في ضرب. بيقابل زورو وسانجي وتشوبر لوفي وبيسألهم على مكان أوسب، وبيقولوا له إن هو غالبا راح يقتل عائلة فرانكي لوحده عشان حاسس بالمسؤولية عن اللي حصل ده. بيروحوا بعدها البيت فرانكي وبيلاقي أوسب وهو شبه ميت من قوة الضرب، وبيخش هم الأربعة وبيمسكوا عائلة فرانكي وبيبدأوا يضربوا فيهم بكل قوتهم وبدون أي رحمة. بيدمر البيت بتاع فرانكي على اللي فيه. بياخدوا أوسب بعدها جوه السفينة وبيعالجوه. بيفوق أوسب وبيسألهم عملتوا إيه مع النجارين وهل هيقدروا يصلحوا السفينة بشوية الفلوس اللي معانا دول ولا لا. بيقول له لوفي إن هم قرروا يغيروا السفينة بعد ما شافها النجارين وقالوا إن هي مش هتقدر تكمل في البحر تاني. بتظهر الصدمة في عيون أوسب وبيقول له لوفي إن هو أكيد بيضحك عليه وإن دي مجرد كذبة، بس بيعرفوا إنه بيتكلم بجد. بيغضب غضب شديد جدا وبيبدأوا يزعقوا لبعض. بيقول لوفي إزاي تاخد قرار ده لوحدك. أوسب رافض فكرة التخلي عن السفينة عشان هي هدية من صديقته اللي شفناه في الجزء الأول. بيتخانق أوسب مع لوفي وبيقول أوسب للوفي طالما هتتخلي عن السفينة فتخلي عني أنا كمان. بيقول له سانجي بطل تقول كلام غبي زي كده، بس أوسب بيقول له إن هو كان بيفكر في كده من زمان وإنه أضعف واحد في الطاقم وإنه عقبة قدامهم بس. بيخرج أوسب وبيسيب الطاقم وبيقول له إنه هو هيسيب الطاقم من دلوقتي. بيمشي أوسب وبيقول للوفي إن السفينة دي بتاعته عشان هو قائد وإنه هو هيقاتله على ملكية السفينة. بيجي الليل وبيقف لوفي وأوسب في مواجهة بعض. بيهاجم أوسب عليه بالكور المتفجرات بتاعته. بيحاول لوفي يهرب منها، بس أوسب بيحاول وهو عارف إنه ما عندوش فرصة قدام لوفي وبيتهزم منه في النهاية. بيقول لوفي إن السفينة بقت بتاعته دلوقتي ويعمل فيها اللي هو عايزه وإحنا هنشوف سفينة جديدة. بيرجع لوفي وهو بيعيط وبيقول زورو إن دي مسؤولية القائد ولازم ما يحسش لا بالضعف ولا بالانكسار للحظة وإلا الطاقم بتاعه هيتفكك. بعدها بنشوف الطاقم هم في المدينة ولقوا مكان يقعدوا فيه. بتخش نامي عليهم وبتقول لهم إن مدينة الووتر 7 كلها مقلوبة عشان آيسبرج اتعرض لهجوم واتضرب بالنار. بيروح لوفي ونامي عشان يشوفوا آيسبرج، وسانجي وتشوبر بيقولوا إن هم هيكملوا بحث على الروبين. وبنشوف بعدها فرانكي اللي بيروح لبيته وبيلاقيه كله متدمر وبيقولوا له الناس اللي شغالين معاه إن لوفي هو اللي عمل فيهم كده. بيغضب فرانكي وبيقول إن هو هينتقم من قبعة القش لوفي، وفعلا بيروح فرانكي عند لوفي وبيقف فوق وبيقول إن في حساب ما بينهم ولازم يصفوه دلوقتي. بنشوف آيسبرج جوه بعد ما فاق، بيقول لهم إن اللي ضربه بالنار كان شخص مقنع وكان معاه بنت طويلة، وبيقول إن البنت دي كانت المجرمة المطلوبة من الحكومة روبين. في الوقت ده بنشوف قوة فرانكي اللي بيهاجم على لوفي وبيقدر يضربه. بيقع لوفي على الأرض. فرانكي هو عبارة عن إنسان وفي قطع آلية كتير. بيقول نجارين آيسبرج إن طالما اللي عمل فيه كده روبين يبقى لوفي وطاقم قبعة القش هم المسؤولين. وبره المعركة بين لوفي وفرانكي بتكون مكملة ولسه بيهاجموا على بعض وبيدمروا كل حاجة حواليهم. بيجي بعدها النجارين وبيهاجموا على لوفي. لوفي مش فاهم ايه السبب. بيقولوا له ان هو اللي هاجم على آيسبرج امبارح وكان معاه روبين. بيفضلوا يهاجموا على لوفي بس في النهاية بيقدر ياخد نامي ويهرب من المكان. بيقول لوفي النامي ان هو هيروح يشوف آيسبرج ويعرف هو ليه اتهمهم بالاتهامات دي، وفعلا بيقتحم لوفي المكان. ولما بيعرف آيسبرج بيطلب من المساعدة بتاعته ان هي تدخله. بيسألوا لوفي ليه بتقول ان احنا اللي عملنا كده. بيقول ان روبين فعلا هي اللي عملت كده وهو شافها بعينيه. وبعد كلام طويل ما بينهم بيطلع لوفي وبياخد نامي وبيمشي وهو بيفكر في كلام آيسبرج. بعدها بنشوف روبين وهي قاعدة في مكان غريب ومع اشخاص غريبة وبيقول لها ان النهاردة هيخلصوا على آيسبرج. في الوقت ده بتعرف المدينة كلها بخبر جريمة قبعة القش لوفي وبيبدأوا يطردوا افراد الطاقم. بيقدر تشوبر وسانجي ان هم يشوفوا اخيرا روبين، وسانجي بيقول لها يلا عشان نرجع بسرعة. بتقول لهم روبين ان اللي كتب عنها صح وان هي اسفة ان هي ورطتهم في مشكلة زي كده، وبتقول لهم ان هي خلاص رحلتهم مع الطاقم بتنتهي هنا، وبتقول ان هي مش هتعمل حاجة للطاقم غير ان هي هتوقعه في المشاكل وبس، وان وجودها في الطاقم خطر عليهم ومن الافضل ليها انها ما تكونش موجودة معاهم. سانجي وتشوبر مش فاهمين حاجة من كلام روبين وبعدها بتسيبهم وبتمشي. بيقول سانجي لتشوبر يروح للوفي والباقيين ويقول لهم كل حاجة قالتها روبين وما ينساش ولا كلمة، وهو هيروح يعمل حاجة تانية. في الوقت ده كان لوفي ونامي وزورو بيهربوا من سكان المدينة اللي بيطردوهم وبيتهموهم ان هم اللي هاجموا على آيسبرج. بنشوف أوسب وهو قاعد لوحده عند السفينة وبيحاول يصلح فيها اي حاجة. بيروح تشوبر ويحكي لوفي والباقيين كل حاجة، ولوفي بيبان في عيون الغضب وبيقول لزورو ان روبين والشخص اللي كان معاها هيحاول يقتلوا آيسبرج النهاردة، والمرة دي الاتهامات هتتوجه للطاقم فلازم يمسكوها ويعرفوا منها كل حاجة قبل ما تعمل كده. بيروح تشوبر ولوفي وزورو ونامي عند مقر شركة جالي وبيشوفوا النجارين وسكان المدينة واقفين قدام المبنى في حراسة آيسبرج. بنشوف روبين وهي والشخص التاني واقفين بره وهم بيجهزوا للهجوم، وبيحصل انفجار كبير جدا قدام المبنى وبيقول الشخص اللي مع روبين ان هي دي اشارة الهجوم. وبنشوف باولي وهو في اوضة آيسبرج وفجأة بيدخل عليهم الاتنين اللي لابسين اقنعة غريبة وبيقول له سلمنا الاوراق بتاعت املاك آيسبرج. بنشوف روبين وهي والشخص التاني اللي معاها بيوصلوا كمان لمكان آيسبرج، وبنشوف قوة الشخص ده انه بيقدر يفتح اي بيبان في
اي حيطه مهما كانت، واول ما بيخش بيضرب الشخص اللي معه روبين ايسبرج بطلقه في كتفه وبيقع بعدها على الارض. بيقول الشخص ده لروبين ان هو هيروح يخلص على النجارين اللي بره، واول ما يجيبوا الاوراق بتاعت املاك ايسبرج هيديها الاشاره عشان تقتل ايسبرج. بتجري نامي وذروه شبر على المبنى بعد ما لوفي سبقهم، وبنشوف في الوقت ده ان لوفي طار بعيد عن المبنى بسبب الانفجار. بنشوف الشخص اللي كان مع روبين وهو تقريبا خلص على الناس الموجودين في المبنى. بنشوف ايسبرج وهو بيتكلم مع روبين وبيقول لها ان هي المفروض ما تساعدش البحريه انهم ما يلاقوش السلاح اللي مكتوب على البونجليف التاريخ، بما انها هي الشخص الوحيد في العالم اللي يقدر يفك شفرته. وبتقول له روبين مالكش دعوه بيا ومالكش علاقه بالموضوع ده، بس ايسبرج بيقول لها ان الحكومه بتطرده عشان هو معاه الخرائط التاريخيه لسلاح بلوتون. وبنشوف الصدمه على وش روبين. بيقول لها ايسبرج بيقول لها طول ما انت عايشه ففرصه ان الاسلحه التاريخيه دي ترجع تاني. في الوقت ده بنشوف باولي بعد ما اتهزم ووقع على الارض، والاتنين اللي قدامه بياخدوا الاوراق اللي معاه بس بيلاقوا ان الاوراق دي مزيفه ومش الخرائط الحقيقيه. وهم واقفين بيتكلموا فجاه بيخش عليهم لوفي وبيهاجم عليه واحد منهم، والتاني بيستخدم قوته وبيقدر يحبسه. بيروح بعدها كل الناس المقنعه دي لاوضه ايسبرج وبيقول لهم وهو واقع على الارض ان الخرائط الحقيقيه للسلاح مش معاه، وبيرفعوا الاقنعه بتاعتهم وبيظهروا ان هم النجارين اللي كانوا شغالين مع ايسبرج، لوتشي وكوكو كاليفا وواحد كده اسمه بلونو. وبيظهر ان هم كانوا من الاول رجاله الحكومه وهم اللي ورا كل ده. الامور بتتعقد اكتر والاحداث الجايه هتبقى كلها صراعات وصدمات، ولوفي والطاقم عايزين يرجعوا روبين. هنشوف روبين هتختار ايه في النهايه. لو انت وصلت لحد هنا يبقى شكرا جدا جدا. بنشوف فرانكي وهو بيروح عند سفينه الجوينج ميري وبيلاقي اوسب لوحده هناك، وبيقول له ان هو هياخده هو والسفينه كرهينه لحد ما قبعه القش لوفي يظهر ويخلصوا حساباتهم مع بعض. وعند المبنى الخاصه بشركه جالي بنشوف زورو ونامي وتشبر، وزورو هزم كل الناس اللي كانت موجوده هناك. وبعدها هما الثلاثه بيدخلوا جوه المبنى. بيقدر لوفي ان يحرر نفسه اخيرا، وبعدها بيحرر باولي. بنروح عند ايسبرج وهو واقع على الارض وواقف قدام رجالته اللي كانوا شغالين معاه، بس طلعوا في الاخر انهم رجاله الحكومه. بيعرفوا لوتش بيهم وبيقول له انك اكيد عارف السايفر بول التابعه للحكومه العالميه. السايفر بول التابعه للحكومه العالميه بيتكون من 8 مجموعات، بيبدا من سي بي 1 لسي بي 9، والثمان مجموعات دول منتشرين حول العالم في اماكن متفرقه وكلهم شغالين تبع الحكومه. والمجموعه دي بقى هي سي بي 9، مجموعه سريه محدش يعرف عنها حاجه، ومعاهم تصريح بانهم يقتلوا اي حد في سبيل مهمتهم. وبيقولوا له ان الحكومه عاوزه ترجع الاسلحه التاريخيه عشان تقدر تنهي عصر القراصنه. بيمسك كاكاو ايسبرج عشان يشوف نبضه، ولوتشي بيبدا يساله اسئله، ولو كذب بيها او بان عليه الخوف نبضه هيتصارع. وبيقولوا لايسبرج انهم عارفين انه معاه الخرائط التاريخيه، وبيقولوا له كمان انه مش بالغباء ده اللي خليه يرمي الخرائط الحقيقيه، وان الخرائط المزيفه اللي عنده دي مجرد تمويه والحقيقيه موجوده مع شخص تاني. وبيقولوا له كمان ان توم الشخص اللي علمهم صناعه السفن كان عنده تلميذين، وهو وشخص تاني، والشخص التاني ده الحكومه العالميه قالت انه مات، والشخص ده كان اسمه كاتا فلام. بيقولوا له انه بعد ما عملوا التحقيقات بتاعتهم عرف ان كاتا فلام لسه عايش تحت اسم فرانكي. قلب ونبض ايسبرج بيبدا يتصارع وبيعرفوا ان التحقيقات بتاعتهم صح. فجاه بيخش عليهم لوفي وزورو وباولي ونامي وتشبر وبيوصلوا كلهم لهناك. بيتصدم باولي ان لوتشي هو اللي كان ورا كل ده وبيهاجم عليه، بس لوتشي بيتجنب هجومه بكل سهوله وبيضربه ضربه واحده بتخليه مش قادر يقف تاني. بيقول لوتشي ان هم تعلموا فنون قتاليه لسنين طويله واكتسبوا قوه رهيبه ومش هيقدر يعمل قدامهم حاجه. بيهاجم عليه لوفي بهجمات سريعه ورا بعض، بس جسم لوتشي ثابت وما بيتاثرش باي هجوم، وبيتحرك لوتشي بنفس الطريقه وبسرعه رهيبه وبيضرب لوفي وبيطيره بعيد. بتكلم نامي روبين وبتقول لها انت ليه بتعملي كده وليه بتشتغلي مع الحكومه وبتساعديهم. بتقول لهم روبين ان الموضوع كبير ومش هيفهموه خالص، وهي خلاص ودعتهم لما اتكلمت مع تشوبر وسانجي. بيقول لوتشي ان هم ما عندهمش وقت للكلام ده عشان في شخص لازم يلاقوه. وبتبص كاليفا في الساعه بتاعتها وبتقول ان فاضل دقيقتين والمكان ده كله يولع. بيحاول لوفي يهاجم عليه بس اجسادهم كلهم صلبه زي الحديد وسرعتهم عاليه جدا، وبيضربوهم تاني وبيوقعوا لوفي وزورو على الارض بعد ما اتهزموا منهم بكل سهوله. بيقول لهم لوتشي ان هو هيوريهم قوتهم الحقيقيه، وبيستخدم قوه فاكهه الشيطان بتاعته وبيتحول لشكل الفهد البشري. بيهاجم عليه لوفي لكن لوتشي بيضربه ضربه واحده ببطه بترميه بره المبنى خالص، وبيهاجم زورو عليه ولكن لوتشي بنفس الطريقه بيرميه بره وبيوقعه في الميه. بيبدا المبنى كله يولع، وايسبرج وباولي مربوطين جوه ونامي وقع بره هي كمان. في نفس الوقت بنشوف فرانكي ومعاه اوسب، وفرانكي قاعد يعيط بعد ما سمع قصه اوسب وانه ساب الطاقم خلاص. فرانكي طلع شخص طيب وطلع عنده مشاعر. بيقول فرانكي لاوسب انه ينضم ليه، لكن اوسب بيرفض وبيقول له انه لسه قرصان. في الوقت ده بنشوف لوتشي واللي معاه في طريقهم لمكان فرانكي بعد ما عرفوا موقعهم. بيسال فرانكي اوسب عن ناوي يعمل ايه بعد ما يصلح السفينه. بيقول له اوسب ان هو هيكمل رحلته في الجراند لاين وانه لا يزال قرصان، بس فرانكي بيقول له ان السفينه خلاص مش هتقدر تكمل تاني. بيتخانق اوسب معاه وبيمسكه فرانكي وبيرميه في الميه.
وبيقول له شوف انت بنفسك. بيشوف اوسب السفينه من تحت وبيعرف جواه ان السفينه خلاص انتهت. بيطلع اوسب وهو ساكت وبيكمل تصليح في السفينه، وبعدها بيعيط وبيقول له ان كان عارف ان السفينه انتهت من زمان. وبيقول لفرانكي انه لما كان في جزيره السماء سمع صوت جاي من عند السفينه وهو نايم، ولما راح شافها لقى شخص واقف بيصلح في السفينه، ولما جه الصبح لقى السفينه رجعت سليمه زي الاول. وبيقول له ان حاسس ان اللي عمل كده هي روح السفينه نفسها. بيقعد فرانكي وبيقول له ان هو مش مجنون واللي شافه كله حقيقي، وبيقول له انه شاف كربه موت الاسطوريه اللي انتقلت من بحار لبحار، وهي جنيه معاها مطرقه وبتساعد البحاره في تصليح سفنهم. وهم واقفين بيتكلموا بيحتر لوتشي والرجاله اللي معاه. بيحاول فرانكي يهاجم عليه بس بيضربه لوتشي وبيوقعه على الارض بكل سهوله. وبيقول له لوتشي انه عارف كل حاجه، وعارف كمان انه كان تلميذ توم من 8 سنين. وبيتفاجئ فرانكي من كلامه وبيسالهم على ايسبرج وبيقولوا له انه مات، وبيقولوا له ان هم هنا عشان الخرائط التاريخيه اللي عرفوا ان هي معاك. بس فرانكي بيهاجم عليه ولوتشي بيضربه وبيكسر الحيط من وراه. بيخش جوه الاوضه وبيلاقوها مليانه مخططات، وبيشوف صوره توم وفرانكي وايسبرج مع بعض. وفرانكي بيقول ما تلمس الذكريات بتاعتنا. بنروح بعدها بنشوف ماضي فرانكي وايسبرج وتوم، وبنشوف قوه ومهاره توم الكبيره في صناعه السفن، وان مهاراته قدر يرجع مدينه لوتر 7 للحياه تاني بعد ما قراصنه بدا يجوا على مدينه اللوتر 7 عشان يصلحوا السفينه عنده. وفي يوم من الايام جت البحريه وقبضت على توم واتحاكم بتهمه صنع السفن للقراصنه بطرق غير شرعيه، ومن القراصنه اللي صنع السفن بتاعتهم كان جول دي روجر ملك القراصنه، واتحكم عليه بالموت. وقبل ما ياخدوه بيقول للقاضي انه شغال على مشروع قطار شغال بالبخار وهيمشي على الميه، والقطار ده هيساعد مدينه اللوتر 7 جدا ويرجعها تبقى مزدهره تاني. بيقول له انه فاضل بس يلاقي الطريقه اللي يثبت بيها القبضان على الميه، والموضوع ده هياخد وقت ومجهود طويل. وبيقول له عشان يوصل القطر بكل الجزر المجاوره ويكون موجود في المحيط دايما محتاج 10 سنين، وبيوافق القاضي على طلبه وبيديله مهله 10 سنين. بنشوف فرانكي وايسبرج وهم قاعدين مع توم، وبيظهر على فرانكي انه زعلان من اللي حصل، وبيبداوا بعدها كلهم يصنعوا القطار البحري الاول من نوعه في العالم والبحار. بعدها اخيرا بيقدروا يصنعوا القطار البحري وبيقفوا كلهم هم حاسين بالفخر. وبعدها بتبدا جزيره الوتر 7 في انها تكون من المدن المهمه في الجراند لاين، وبيجي ضابط من البحريه واسمه اسبان دام، وبيطلب من توم انه يديله المخططات للسلاح الاسطوري اللي معاه، بس بيقول له توم ان المخططات دي مش معاه، وبيغضب اسبان دام وبيسيبه وبيمشي وهو بيتوعد ليه. وبعدها بيروح اسبان دام لقياده الحكومه العالميه وبيقنعهم انهم لازم يرجعوا الاسلحه التاريخيه عشان ينهوا عصر القراصنه ده، وبالفعل بيوافقوا وبيقولوا له انه معاك الصلاحيه لارجاعه. وبنشوف بعدها ان توم بيدي المخططات دي لايسبرج وفرانكي، وبيقول لهم ان الحكومه بدات تدور عليها وانهم لازم يحموها مهما كان، عشان لو الاسلحه دي رجعت العالم هيتدمر من تاني. وبعد 10 سنين بيجي اليوم اللي هيتحاكم فيه توم، وكل بيتوقع براءته بما انه نفذ وعده وقدر يصنع القطار البحري اللي يساعد البحريه ويساعد الناس كلها. لكن فجاه بتظهر سفن مسلحه كتير وبتهاجم على سفن البحريه وعلى قاعده المحكمه كمان. بيبص فرانكي وبيشوف ان هي دي السفن اللي كان بيصنعها طول السنين اللي فاتت، وبنشوف اسبان دمه وهو بيضحك بعد ما جاب تهمه جديده لتوم، والمره دي ما فيهاش براءه منها خالص. وبعدها بيحاول ايسبرج وتوم يوقف السفن الحربيه دي، وبيتصاب توم منها. وبيقول ايسبرج لفرانكي انه قال له كتير يبطل يصنع سفن الحربيه دي، واديها هتكون السبب في موت توم. بعدها بيجي اسبان دام وبيقول لهم ان وقت محاكمه توم جات، وبيطلب توم من القاضي ان يدي براءه لايسبرج وفرانكي عشان هم اللي ساعدوهم في القطار البحري، وبيقول ان هو المسؤول عن الهجوم ده لوحده. لكن القاضي بيقول له ان لسه فاضل تهمه في التعاون مع جول دي روجر. بيقول له توم ان التهمه دي فخر ليه ومش هينكرها خالص، بس بيغضب فرانكي وبيهاجم على اسبان دام وبيضربه في وشه، وبعدها بيهرب من الحكومه. بتاخد الحكومه توم في القطر وبتمشي بيه عشان توديه للسجن الانيس لوبي. بيروح فرانكي يقف قدام القطر اللي بيكون راكب فيه اسبان دام، وبيبدا يضربهم بقذائف نار، لكن القطر بيضرب فرانكي وبيوقعه في الميه. نرجع تاني للوقت الحاضر، وبيقول لوتشي لفرانكي ان حاليا كل التهم اللي كانت موجهه ليه من زمان هترجع تاني بما انه لسه عايش. بعدها بنشوف اسبان دام وهو لسه موجود هو كمان، وبيقول لفرانكي ان كان مستنيه من زمان، وبياخدوا فرانكي معاهم عشان يودوه للسجن الانيس لوبي. وعند مبنى شركه جالي اللي بتحترق بنشوف تشوبر وهو بينقص ايسبرج وباولي وبيطلعهم من المبنى، ولوتشي واللي معاه ماشيين وبيشوفوا اوسب، وبيقول كاكاو انه فاكر انه كان من طاقم قبعه القش، وبيقول لهم ان هو هياخده معاهم كمان للسجن الانيس لوبي. بعدها كاكاو بيبص للسفينه وبيفتح الباب الكبير للمبنى اللي هم فيه وبيرمي السفينه منه. بنشوف ايسبرج بعد ما فاق وهو قاعد مع نامي وبيحكي لها كل اللي حصل مع روبين لما كانوا هم الاثنين بيتكلموا مع بعض. بنشوف روبين لما كانت بتتكلم مع ايسبرج وبتقول له ان السي بي نايت ارغمتها انها تلفق تهمه الهجوم في الطاقم قبعه القش، والا هينفذوا نداء الدمار عليهم، وان نداء الدمار ده بيكون امر عاجل بيتم فيه استدعاء 5 من نواب الادميرالات و10 سفن بحريه
البحرية لمكان واحد، وبيتم تدمير المكان كله بدون اي رحمة. وبتقول ان هدفها ان لوفي والطاقم يسيبوا الجزيرة وهم بخير، وعشان كده بتساعد رجالة البحرية، وان هي مش مهتمة بالسلاح سواء يرجع ولا ما يرجعش. بتفرح نامي وبتقوم تجري، وهي بتقول ان هم هيرجعوا روبين وهينقذوها مهما كان اللي هيحصل. وبنشوف القطر ده وهو جاهز عشان ياخد روبين والحكومة، وبرضه بنشوف سانجي اللي كان قاعد هناك مستنيهم. وبيطلعوا رجالة البحرية للسفن وهم معاهم روبين وفرانكي واوسف. وبنشوف ايسبرج وهو بيقول لنامي ان هم لازم يلحقوا القطر ده قبل ما يمشي، عشان دي الطريقة الوحيدة اللي هتاخدهم لسجن الانيسلوبي. بتقول نامي ان هم محتاجين يلاقوا لوفي الزور الاول اللي طاروا من المبنى ومحدش عارف مكانهم فين. وفي الوقت ده بيمشي القطر، وبكده بيفقد الطاقم فرصته انه يسيب الجزيرة دي. بتروح نامي للمحطة وبتلاقي رسالة من سانجي هناك، وبيقول لها ان ركب القطر وساب ليها حلزون اتصال عشان يكلمهم في اقرب وقت ويبلغهم بكل اللي حصل. وبنشوف سانجي في الوقت ده وهو بيقتحم القطار وبيضرب كل رجالة البحرية اللي في اول عربية. وفي مدينة الووتر سيفن كان كل الناس بيدوروا على لوفي وزورو. بتقدر نامي تعرف مكان لوفي، وتشوبر بيعرف مكان زورو، بس هما الاتنين في موقف صعب جدا، والبحر جاي عليهم بموجة كبيرة جدا وهتضرب المدينة كلها، وبتظهر الموجة الكبيرة. وبيقدر لوفي اخيرا هو وزورو انهم يحرروا نفسهم اخيرا. وفي اخر لحظة بتحكي نامي لوفي وزورو اللي عملته روبين، وان هي ضحت بنفسها وراحت مع البحرية عشان تنقذهم. وبيقول لوفي ان هم هيروحوا في مهمة انقاذ روبين، وبيقول لهم بقول ان البحر حاليا في حالة هيجان، وحتى لو اخدوا السفينة فكلها دقايق والبحر يدمرها. وهم بيتكلموا بتقول لهم كوكر ان هي هتوصلهم بالقطر التاني. وجوه القطر بنشوف سانجي هو عمال يهزم كل رجالة البحرية، وبيتقدم في العربيات الواحدة ورا التانية لحد ما بيوصل لفرانكي. وبيروح الطاقم ومعهم كوكر للقطر التاني، وهم بيجهزوه بيحضروا الناس اللي كانوا شغالين مع فرانكي، وبيقول لهم ياخدوهم معاهم عشان عايزين ينقذوا اخوهم فرانكي. وبيقبل لوفي ان هو هياخدهم معاه، وبيقول لهم ان هم مش هيركبوا معاهم على القطر، وانهم عندهم وسيله تانيه عشان يبحروا بيها. وبينزلوا القطر البحر تاني، ووراهم عائله فرانكي اللي بنكتشف انهم معاهم سفينه وبيجروها حصانين كبار. بيتكلم لوفي بيقول ان لوتش هيبقى هو خصمه لما يوصلوا هناك. وبتظهر الموجه التانيه كبيره جدا قدام القطر، بيفضلوا يضربوا فيها بالمدافع عشان يفتحوا طريق، بس مفيش حاجه نافعه معاها، والقطر فاضل له ثواني ويصطدم بيها ويتدمر. بيطلع لوفي يزوره فوق القطر، وبيستخدموا قوتهم هما الاثنين وبيفتحوا طريق. بعدها بيتصل سانجي بنامي وبيكلم لوفي وبيعرفه انه في القطر اللي مع روبين. بعدها بنشوف سانجي وهو واقف مع اوسب، واوسب بيقول له ان هو مش هيقدر يعمل حاجه تاني، وانه خلاص ما بقاش من الطاقم. وفرانك بيحاول يوقفه، بس سانجي بيقول له سيبه براحته. وبيمشي اوسب بعدها وبيظهر شخص تاني، وبيقول لهم ان هو سمع ان هما الاثنين عاوزين ينقذوا انسه مخطوفه، وان هو هيساعدهم في كده. وبيقول لهم ان اسمه سولان كينغ، وده اكيد يعني شخص تاني غير اوسب يعني. وبيجهزوا هما الثلاثه، وبيقول سانجي انه عنده خطه ينزلوا جوه القطر بيها، وبيقدروا يفصلوا العربيه اللي فيها جنود البحريه عن بقيه القطر. وبتوصل الاخبار لوتشي، وبيقول لهم ان مهمتهم استعاده روبين، وان مستحيل انه يقدر حد ياخدها منه من على القطر ده. في الوقت ده كان سانجي بيواجه خصم ظهر انه قوي جدا، وسانجي بيعاني قدامه. وفرانكي كمان قابل واحد من رجاله لوتشي الاقوياء. بنشوف القطر اللي فيه لوفي، وبيقابله قدامهم قاطع السفن المشهور في البحريه تيبون، واللي كان موجود في العربيه اللي فصلها سانجي عن القطر. بيخاف كل اللي في القطر منه، بس زورو بيقف في مواجهته، وبيمسك زورو الثلاث سيوف بتوعه وبيهاجم على تيبون، وبيقدر يهزمه. في الوقت ده على القطر الثاني بيقدر سانجي وفرانكي انهم يهزموا الاعداء اللي قدامهم، وبيخشوا هما الاثنين العربيه اللي فيها لوتش وعملاء السي بي نايت، وهما بيتكلموا بتظهر روبين ومعاها اوسن، وبيقول لها سانجي يلا نرجع، بس روبين بتقول لهم انه يوقفوا كل اللي بيعملوه، وانها حتى لو شرحت لهم مش هيفهموا. بيحاولوا يرجعوا روبين بالقوه، بس محاولاتهم بتفشل، وبيهاجم كاكاو على سانجي وبيوقعه على الارض. بيكسر فرانكي باب العربيه، وبيرمي نفسه في العربيه اللي فيها لوتشي، وبيسيب العربيه اللي فيها سانجي واوسم وروبين وراه عشان يهربوا. بس بيظهر الشخص ده من ورا سانجي وبيضربه وبيطيره بعيد، وبيقدر يضرب اوسم هو كمان. وبيحاول سانجي يهاجم عليه تاني مره، لكن برضه بيتدرب منه، وبيقدر ياخد الشخص ده روبين، وبيخش جوه الباب اللي صنعه وبيختفوا، وبيظهروا في العربيه الثانيه. وبيوصل فرانكي وروبين ورجاله البحريه لسجن الانيس لوبي، والقطر اللي فيه لوفي بيركب معاهم سانجي واوسم، وفي طريقهم هم كمان لسجن روبين وفرانكي. وخلاص داخلين على السجن، وفي طريقهم لمواجهة قوة عظمى من البحرية واقتحام سجن كامل من البحرية. ده كان نهاية أرك الووتر 7. في الجزء الجاي هنبدأ الأرك الأنيس لوبي.
واخيرا لوتش واللي معاه بيوصلوا لسجن الانيس لوبي، وبنشوف المكان وهو جميل جدا. بعدها بنشوف الطاقم وكلهم بيستعدوا وخلاص قربوا من السجن، وبنشوف اسفاندام قاعد ومعاه باقي اعضاء السي بي نايت وعمال يتكلم عن انجازاته العظيمه. بنشوف باولي وهو قاعد مع لوفي والباقيين وبيعرفهم ان في 3 بوابات في الانيس لوبي، ودول اللي بيحمي القاعده الاخيره للاشخاص المهمين. وبعد القاعده الاخيره دي في بوابه كبيره جدا اسمها بوابه العداله، ودي بتكون الطريق للقاعده الاكبر على الاطلاق لكل البحريه، ولو عدت روبين وفرانكي من هناك فمش هنعرف نرجعها تاني، واننا لازم اول ما نخش الانيس لوبي لازم نركز بس على اننا نلحق روبين وفرانكي باي وسيله. بيقولوا رجاله فرانكي لوفي ان هم لازم يوفروا طاقتهم بما انهم هم اللي هيحاربوا لوتشي ورجالته، وانهم هم اللي هيهجموا على البوابه الاولى، وكلهم طبعا بيوافقوا على الخطه وبيستعدوا. بعدها بشويه بيبص حواليهم لكن ما بيلاقوش لوفي، وبنشوف لوفي وهو طار من فوق القطر وراح سجن الانيس لوبي لوحده، لكن بيشوفوه رجاله البحريه وبيضربوا عليه نار، لكن لوفي بيقدر يهرب منهم بكل سهوله وبيبدا يهاجم عليهم الواحد ورا الثاني وبيهزم فيهم. وفي اليمة الثانيه بنشوف روبين وهي خلاص قربت تخش على اخر قاعده للبحريه، واثناء كده بنشوف اخوات فرانكي بيهاجموا هم كمان وبيدخلوا السجن، وزورو والباقيين راكبين على القطر وبيشوفوا سكه يخش بيها هم كمان، ولوفي نازل في الجنود ضرب وقدر انه يعدي من اول بوابه منه، وبيعرف اسبان ده ان لوفي اقتحم المكان وبيكون منزعج جدا من كل اللي بيحصل. بنشوف باولي ورجاله فرانكي وهم نازلين في الجنود ضرب وخلاص فتحوا اول بوابه ودخلوا منها، واول ما بيقربوا عند البوابه الثانيه فجاه بيظهر لهم 2 من العمالقه قدامهم، وهم دول اللي بيحرسوا البوابه الثانيه، بيهاجموا اخوات فرانكي عليهم لكن الاثنين العمالقه بيضربوهم كلهم. وبنشوف لوفي وهو لسه نازل ضرب في الجنود وبيهزم عدد كبير منهم، وبنشوف لوتشي وصل خلاص لاخر قاعده وبيسلم تقاريره لسبان ده، وبنشوف باولي وصل عند اخوات فرانكي هو كمان وقدر يربط الاثنين العمالقه وبيهزموهم كلهم، وبيفتحوا تاني بوابه في الانيس لوبي وبيخشوا منها. على الجانب التاني بيقتحم زورو السجن وبيطير من فوق البوابه الاولى وبيخش السجن هم كمان. بتشوف باولي وهو واقف فجاه ويجي شخص وبيضربه في كتفه، ودول بتكون مجموعه حراسه البوابه الثانيه مع العمالقه، وهم واقفين بيلاقوا زورو والقطر بينزل وسطيهم، وبينزل زورو والسانجي وبيضربوهم كلهم، ولوفي هو كمان نازل ضرب فيهم من اليمه الثانيه، ونامي بتعمل سحابه رعديه وبتضرب في جنود البحريه هي كمان وبيقدروا يهزموهم كلهم. وبعدها بنشوف اسباندام وهو عمال يضرب في روبين، بتقول له روبين ان لوتشي وعدها انه مش هيأذي حد من الطاقم قبعه الكاش. بيقول لها اسباندام ان فعلا لوتشي نفذ وعده ليكي وما اذاش حد في مدينه الووتر 7، لكن هم بنفسهم جم على سجن الانيس لوبي وده شيء خارج الاتفاق بتاعهم. بعدها بيأمر رجالته انهم يحبسوا روبين في السجن، وبيروحوا عملاء السي بي نايت عشان يستريحوا شويه. بعدها بنشوف ان لوفي قدر يوصل لاخر بوابه وبيقف عليها، وهو واقف فجاه بيخرج له واحد من السي بي نايت اللي اسمه بلونو، وبيقف هو ولوفي في مواجهه بعض. بنشوف اوسب وهو واقف مع واحد من العمالقه وبيسال اوسب ليه بتعيط، بيقول له من زمان جدا كانوا قراصنه وكان في 2 قبطانين على السفينه بتاعتهم واللي اسمهم دوري وبروجي اللي شفناهم في ارك الاباستا اللي فات، لكن حصل خلاف بين القبطانين على مين اصطاد اكتر من التاني، وقرروا انهم يفضلوا في الجزيره دي ويتحاربوا لحد ما حد ينتصر فيهم. سبب تافه قوي بصراحه. وبعدها عدى 50 سنه لكن برضه ما حدش جه منهم، وهو وصديقه كاشي طلعوا للبحر عشان يدوروا عليه، لكن وهم ماشيين في البحر البحريه قبضت عليهم وقالت لهم ان القبطانين بتاعتهم محبوسين عندهم، وقال لهم كمان لو فضلتوا تشتغلوا عندنا 100 سنه هنحرر القبطانين بتوعكم. لكن بسرعه اوسب بيعرفوا ان دوري وبروجي لسه عايشين والقتال بتاعهم لسه مستمر، وبيقلد اصواتهم اللي سمعهم منهم قبل كده وبيصدقوا اوسب. بعدها بنشوف سانجي واخوات فرانكي وهم ماشيين بالاحصنه بتاعتهم، ولكن في حصان بيتصاب منهم جامد وبيقع على الارض وما بيقدرش يكمل معاهم، لكن هم بيضطروا يكملوا ويسيبوه وراهم. بنشوف لوفي وهو بيهاجم على بلونو وبيقدر يضربه، وبنشوف ان قوه لوفي ازدادت شويه وحتى بلونو متفاجئ من هجماته انها قدرت تاثر فيه وبيقدر يضربه ضربه قويه بتوقعه على الارض. بعدها بنشوف الحصان اللي راكب عليه زورو وفي شخص عملاق بيجي وبيضربه وبيوقعه على الارض كمان. بنشوف باولي وهو خلاص مش قادر يحارب تاني لحد ما فجاه بيظهر الاثنين العمالقه من وراهم وبيضربوا رجاله البحريه كلهم معاه، وبيكون معاه اوسب كمان. بنشوف عملاء السي بي نايت وسبان دام جايب لهم 2 من فواكه الشيطان عشان ياكلوها ويكونوا اقوى من كده، ودي زي مكافاه ليهم يعني على مهمتهم دي، وبيقول واحد منهم ان اي حد
حد بياكل فاكهة شيطان بيكتسب قدرة وقوة جامدة جدا، واي حد بيفكر ياكل اتنين من فواكه الشيطان، الشيطان الاول بيخرج عن السيطرة وبيدمر الجسم من الداخل وبيقتله على طول. نرجع بقى لوفي وبنشوف بلونو هو بيهاجم على لوفي بهجمات قوية جدا، ولوفي بيحاول يتفادى كل هجماته، وفجأة بيختفي وبيسحب لوفي من رجليه وبيلزقه في الارض، وبيرجع يظهر من قدامه تاني وبيفتح باب في وش لوفي وبيهاجم عليه تاني. بيشوفوه سانجي وزوره من تحت وبيعرفوا ان لوفي بدأ يحارب السيبي نايت. بعدها بيفوق الحصان تاني وبياخدهم وهو متصاب لحد ما بيوصلهم للباب اللي هيطلعوا منه للسيبي نايت. بنشوف زباندام وهو معاه حلزون اتصال لنداء الدمار وبيقول ان بضغطة زرار واحدة بس هيجوا ويدمروا الجزيرة كلها. وبنشوف زورو وهو بيدمر الباب وبيخش منه، وخلاص فاضل لهم بوابة واحدة ويوصلوا لروبين. نرجع للوفي اللي قدر اخيرا يقفل وشه تاني ويرجع تاني لشكله الاصلي. بيطير بلونه في الجو وبيكون سريع جدا، لكن لوفي بيقف وبيركز وبيبدا يعرف ضرباته هتيجي منين. وبنشوف ان لوفي بدا يجاري سرعه بلونه، لكن ما بيكونش كفايه انه يهزمه. بيقول لوفي انه من يوم ما اتهزم على ايد اوكيجي وهو اكتشف انه ضعيف، وانه كمان اكتشف طريقه ليزيد بيها قوته. وفجاه بيقف لوفي وبنشوف ان جسمه بدا يحمر وبيطلع بخار منه. بنشوف زورو هو داخل قاعده المحكمه وعمال يضرب في الجنود اللي هناك وبيهزمهم كلهم وبيبدا يطلع للوفي. نرجع للوفي وهو بيهاجم على بلونو بتحوله الجديد ده وبيفضل يضرب فيه، وبلونو مش قادر يعمل حاجه قصاد لوفي. وبنشوف لوفي انه بقى سريع جدا وبلونو مش قادر يشوفه، لحد ما بلونو بيقرر انه يقف ويصد ضربته. ولوفي بيهاجم عليه بضربة قوية جدا بتخلي بلونو يفقد الوعي من شدة الضربة. بيقف لوفي بعدها وبيفضل ينادى على روبين، وبيسمعوه روبين وفرانكي وزباندام، وبيعرفوا ان قدر يوصل لهنا. بعدها بنشوف فرانكي وبنشوفه هو منفوخ وعامل زي البالونة، وبيعرف جنود البحرية انه خلاص قرر انه يضحي بنفسه وهيقتلهم معاه، وجنود البحرية بيهربوا كلهم من جنبه وبيعمل حركة كده فهسيبها لكم احسن. بعدها بيقدر انه يحرر ايديه من الحديد اللي ماسكه ده، وبيقفوا فوق وبتشوف روبين لوفي وفرانكي كمان. بيحضر نفسه لوفي عشان يطير عند روبين، لكن روبين بتوقفه وبتقول له ايه اللي جابك هنا ومين قالك انك تيجي عشان تنقذني. بيقف لوفي والغضب مالي عينيه وبيسمع كلام روبين وبس، لحد ما بيجوا عملاء السي بي نايت كلهم وبيضربوا فرانكي وبيقفوا كلهم قدام لوفي وفي وشه كمان. بنشوف زورو وهو عمال يقول ان كل اللي محتاجه يطلع لفوق بس، وبنشوفه هو بيستخدم قوته وبيعمل فتحه في السقف وبيطلع منها هو وتشوبر ونامي. وبيوصل سانجي هو كمان للسطح، وكمان اوسب بيطلع طاير هو كمان. وبيقف لوفي والطاقم كله قدام قوة الحكومة العالمية، وكلهم جايين عشان ينقذوا روبين. بعد ما بيقف لوفي والطاقم لانقاذ روبين، بيقول زباندام انهم مش هيقدروا يحرروها، وانه كمان معاه جهاز الاتصال تبع الاستدعاء الباستر كول، واي حركه منهم طايشه هيستدعيه ويدمر الجزيره كلها. بتتخض روبين وبتقع على الارض وبتترجاه انه ما يعملش كده. بيقول لها اكيد انت فاكره اللي حصل معاكي وفي موطنك اللي اتدمر من زمان جدا في الماضي من 20 سنه في جزيره اسمها اوهارو. بنشوف روبين والاطفال بيغلسوا عليها لحد ما بتقوم وبتضربهم، وبنشوف روبين وهي مهتمه بالعلم والاثار القديمه وبتكون عايشه مع عمتها وبتكون مفتقده حنان الام والأب، وده بيخليها تمسح وتنظف في البيت كله. بتروح روبين عشان ترجع الكتاب اللي كانت بتقرأ فيه لشخص اسمه كلوفر، لكن بتتفاجئ روبين انهم عاملين احتفال ليها بسبب انها نجحت في اختبار علماء الاثار. وبتكون روبين عندها حلم هي انها تقدر وتفك وتقرأ وتعرف الكلام اللي موجود على البونجليه في التاريخ وتعرف اسرار القرن الفارغ، لكن بيقول لها كلوفر ان الحلم ده لازم تتخلى عنه تماما، لان الحكومه لو عرفت هتيجي هنا عشان تقتلك، لانهم محرمين على اي حد يعرف اسرار القرن الفارغ اللي من 800 سنه فاتت. وبيعرفها ان بسبب كده ناس كتير اختفت من الجزيرة ومنها امها. وبنكتشف ان اهارو بس هم اللي يعرفوا يقرأوا نصوص البونجليف. بتطلع روبين وهي حزينة وبتقعد على البحر وبتلاقي شخص عملاق هناك وبيكون متصاب وبيكون هيموت من العطش، وبسرعة روبين بتاخده وتشربه وبتساعده، واسم الشخص ده سولو. بعد كده بيبقوا اصدقاء وبتفرح روبين لانها حصلت على اول صديق ليها. بعدها بيقول انه هيصنع سفينة وهيمشي من هنا. بنشوف ام روبين اللي اختفت من ايام رجعت تاني وبتحذرهم ان البحرية جاية في طريقهم عشان يدمروا الجزيرة دي، لانهم اكتشفوا ان فريق الاستكشاف اللي مشي من اوهارو من 6 سنين قدر انهم يفكوا شفرات البونجليف وعرفوا اسرار القرن الفارغ، وامروا بقتلهم كلهم وهي الوحيده اللي قدرت تنجو من هناك. وهم جايين هنا عشان يدمروا الجزيره كلها ليكون المعلومات اتسربت ولا حاجه، وانهم لازم يهربوا دلوقتي والا هيموتوا كلهم، لكن ما بيردوش عليها وبيقرروا انهم هيدافعوا عن الجزيره. عاش يا جماعه والله. لكن خلاص الحكومه وصلت وبتامر كل الناس يكشفوا عن نفسهم وانهم يتوجهوا للساحه الرئيسيه عشان يحققوا معاهم هناك، والناس اللي ملهاش علاقه بعلماء الاثار هينقلوهم على جزيره تانية.
التانية، وبعد التحيات قدروا انهم يمسكوا فريق علماء الاثار، وانهم فعلا قدروا يفكوا شفرة الرطب نجليف وبيمسكوا ام روبين اللي قدرت تهرب منهم من شوية. بيأمر كلوفر روبين انها تهرب من هنا بسرعة. بيقف كلوفر وبيكلم شخص من جروسكي وبيعرفه انه عرف اسرار البونجليف وعرف كمان اسرار السلاح اللي يقدر يدمر العالم اللي انتم حاليا خايفين انه يرجع تاني، وعرف كمان ان من 800 سنة فاتت كان في قلعة اسمها القلعة المزدهرة، وبشكل ما عرفت القلعة ان في دول عاوزة تدمرها ونقلت كل اسرارها على احجار البونجليف اللي محدش يقدر يدمرها خالص. وهو بيتكلم الجروسكي بيؤمر بقتله عشان محدش يسمع اكتر من كده. في الوقت ده بيتم استدعاء الباستر كور عشان يمحو الجزيرة كلها، وفعلا بيبدأوا يدمروا الجزيرة كلها وبتولع المكتبة اللي فيها الاسرار كلها. بتشوف روبين امها والحكومة واخداها وبتاخدها في حضنها لاول مرة. بيحضر بعدها العملاق سولو، وبنكتشف ان العملاق سولو ده كان شغال في البحرية وكان نائب ادميرال، ولما لقى الحكومة هدفها تقتل الناس بدون سبب خانهم وراح حرر اوليفا. بتطلب اوليفيا ام روبين من سولو انه ياخد روبين بعيد عن هنا ويطلعها بره الجزيرة، وبتقول اوليفا لروبين ان هي هتسيبها دلوقتي عشان لسه في حاجات هتعملها عشان مستقبلها ومستقبل العالم. وبتعيط روبين وبتقول امها ليها ان هي مش هتفهم دلوقتي كلامها، بس لما تكبر هتفهم كل حاجة. بيحمي سولو روبين بجسمه وبيقول لها روحي للسفينة بتاعت الاغلاء واركبي معاهم، وفعلا روبين بتروح، بس الناس بيقول لها لا انت بنت عالمة الاثار اوليفا ومش بيرضوا يركبوها معاهم. بعدها بيظهر الادميرال اوكيجي وبيقول لسول ان اللي بيحصل ده مجزرة وملهاش سبب، وهم بيتكلموا فجأة بتنزل قذيفة على سفينة الاغلاء اللي فيها سكان اوهارا وبيموتوا كلهم. حكومة العالم ما بقتش تفرق بين علماء الاثار وبين سكان عاديين. بيحاول سول ياخد روبين ويهرب، بس اوكيجي بيوقفه وبيجمده. بيقول سول لروبين قبل ما يموت انها تكمل وهي تروح عند القارب اللي كان صنعه لنفسه عشان تهرب عليه. بيقول لها ما تخافيش البحر كبير واكيد هتلاقي اصدقاء يحبوك ويقدروكي، ومع اخر كلماته بيخلص عليه اوكيجي وبيحوله القطعة من الجليد. بتهرب روبين وهي بتعيط. بتجري روبين وبتلاقي اوكيجي قاعد هناك مستنيها، وبيقول لها ان هو هيسيبها تهرب عشان سولو اللي حاول يحميها بحياته، بس في المستقبل لو عملت حاجه غلط فالمره الجايه مش هيسيبها تهرب تاني. بتمشي روبين وهي شايفه الجزيره بتاعتها بتحترق قدام عينيها وامها بتموت قدامها. بعدها بتعرف البحريه بخبر نجاتها وبتحط مكافاه عاليه عليها عشان تمسكها وتكون بكده قتلت كل علماء الاثار اللي ممكن يكشفوا اسرار الماضي. بتعيش روبين بعدها وهي بيتم مطاردتها من الحكومه العالميه لمده 20 سنه. بنرجع للحاضر وبنشوف روبين وهي بتعيط وبتقول لوفي ان الباستر كول لو جه فهتخسرهم هي كمان زي ما حصل قبل كده. بتقول لهم ان هي ورطتهم في مشاكل كتير لحد دلوقتي وان كفايه كده، وهي محكوم عليها بالموت من صغرها وهم ملهمش ذنب. بيضحك زباندم وبيقول لوفي ان عالم البحريه ده هو رمز لاكثر من 170 دوله متحده ومش هيقدر يواجههم مهما كانت قوته. بيبص لوفي على العلم وبيطلب من اوسف ان يصوب عليه، وبالفعل اوسف بيصوب على العلم وبيضربه بكره نار وبيحرق العلم. لوفي بيعلن الحرب على اكتر من 170 دولة حول العالم وعلى قوات البحرية من اجل انقاذ روبين. بعدها بيطلب لوفي من روبين ان هي تقول ان هي عايزة تعيش وهو هينقذها مهما كان التمن. بتعيط روبين وبتفكر في كلام سولو لما قال لها انها هتلاقي اصدقاء يحبوها ويحموها، وبتفتكر امها لما قالت لها عيش بفخر. بتقول روبين للوفي ايوه عايز اعيش. بيضحك لوفي وبيجهز للمعركه. بنشوف ان الجسر بتاع المحكمه اللي هيوصلهم لمقر السجن بينزل، بس فجاه بيقف تاني. بيقول زباندام ان هم مش هيقدروا يوصلوا لهنا، وبيقول ان هو هياخد روبين وفرانكي لبوابه العداله حالا. بس بيبص كده بيلاقي فرانكي واقف وماسك مخططات السلاح الاسطوري بلوتون اللي كان شايله جوه جسمه. بيقول له هي دي اللي كنت بتدور عليها طول الخمس سنين اللي فاتت. بيقول له فرانكي ان توم لما ادالهم المخططات دي كان خايف من ان شخص واحد بس هو اللي يقدر يرجع السلاح الاسطوري ده تاني، وهي روبين. بس حاليا بما ان روبين مش هدفها استرجاع السلاح فالمخططات دي ملهاش لازمه. وبيرفع فرانك المخططات وبيحرقها قدام عيون اسباندام وعملاء السي بي نايت اللي قضوا الخمس سنين فاتت في محاوله ارجاع المخططات دي. بتكلم كوكر نامي في الحلزون وبتقول لها ان هي جايه في طريقها بالقطر، وبتطلب منهم انهم ينطوا من فوق سور المحكمه. بيمد لوفي ايده وبياخد الطاقم كله وبينط من فوق السور، وبيطير القطر من على الجسر وبيركبوا عليه الطاقم وفي طريقهم لاقتحام مقر السجن. القتال هيبدا مع عملاء السيفي نايت من اجل استعادة روبين، وها نحن في انتظار الجزء الثاني من سجن الانيس لوبي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وما تنسوش الاشتراك واللايك، وانكم تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والسلام.
هتعمل ايه يا بطل لو قررت انك تكون قرصان وتكون انت القائد بتاعهم؟ وفي احد مغامراتك وعلى جزيره ما هيفاجئك انك تصادف ناس اقوياء جدا من الحكومه عاوزين يقتلوك ويقتلوا الطاقم بتاعك، وبيضطر احد افراد الطاقم بتاعك يضحي بنفسه ويروح هو معاهم عشان ينقذك انت وبقيه الطاقم. هتعمل ايه في الوقت ده؟ هتسيبه يتعدم ومش هتحاول تنقذه، ولا هتروح تحارب بكل قوتك عشان تنقذه؟ ده بقى اللي بيعملوه ابطال قصتنا دلوقتي. لوفي، زورو، سانجي، اوسب، تشوبر، نامي، كل دول واقفين قدام قوة من القوى العظمى للبحرية، لوتشي، كاكاو، كاليفا وغيرهم من الاشخاص الاقوياء. يا ترى هينقذوها ازاي؟ ده بقى اللي هنعرفه في الحلقة دي. بعد ما شفنا لوفي هجم على سجن الانيس لوبي هو والطاقم بتاعه، وكان في ناس بيساعدوهم من اشخاص مسميين نفسهم بعائلة فرانك، وده برضو الحكومة اخدته مع روبين عشان معاه مخططات للسلاح الاسطوري بلوتون اللي ضربة واحدة منه بس بتدمر جزر كاملة. لكن فرانك بيكون عنده رأي تاني وبيحرق المخططات دي قدامهم كلهم، وده بيغضب رئيس المنظمة دي وبيروح يرمي فرانك من فوق السور عشان يقتله. في نفس الوقت كانت الست الكبيرة اللي اسمها كوكر داخلة عليهم بالقطر بتاعها عشان تساعد الطاقم في دخول اخر بوابة لإنقاذ روبين المضحية بنفسها. بيمسك لوفي بالطاقم بتاعه وبينط من فوق السور وبينزلوا كلهم على القطر، وكمان فرانك بيخبط في القطر وبيركب معاهم هو كمان. القطر طاير في الهواء وبسرعة جنونية وبيتصدم في أحد الجدران تبع المبنى الرئيسي وبيخش جواه. في أثناء الوقت ده بقى بنشوف رئيس المنظمة دي واللي اسمه إسبان دام بيأمر كل رجالته إنهم يقتلوا بكل قوتهم ويقتلوهم كلهم، وبياخد هو روبين ومتجه يمة بوابة العدالة. بنشوف أبطالنا هم كلهم راقدين تحت الحطام والحال متدهور بيهم على الآخر، لكن بيستعيدوا قوتهم ونشاطهم من جديد ومتجهين يمة السطح عشان ينقذوا روبين. وهم ماشيين بيلاقوا واحد من المنظمة بيوقفهم وبيعرفهم انهم لو عاوزين ينقذوا روبين يبقى لازم تجيبوا المفاتيح دي عشان تحرروها من كروسكي اللي في ايديها، وده بيبطل قوة فواكه الشيطان اللي عند روبين. ودول 5 مفاتيح منتشرين على عملاء السي بي، وواحد منهم بس هو اللي معاه المفتاح الحقيقي، يعني لازم تقتلهم كلهم عشان تاخدوا مفاتيحهم. بيقول لهم الواد ده يلا سلام انا رايح ارمي المفتاح ده في البحر. بيجروا كلهم وراه عشان يمسكوه، واول ما بيطلع فوق بيخش في قوة كتيرة وكلهم بيتفرقوا عن بعض. وفرانكي وهو بيجري بيلاقي الواد ده في وشه تاني، ونامي هي كمان بتقابل واحد منهم برضو، واوسب هو كمان بيقابل واحد منهم برضو، حتى سانتي بيقابل البنت اللي اسمها كاليفا دي، وكلهم بيقابلوا عملاء السي بي وبيقفوا في وشهم جميعا. بنشوف لوفي وهو عمال يجري وبينادي على روبين لكن مفيش حد بيرد عليه. بعدها بنشوف زورو وهو واقف ضد كاكاو اللي بيطلع هو كمان سياف زي زورو، بيهاجم على زورو باسلوب الريجكت بتاعه، لكن زورو بيتفاداها كلها بكل سهولة وبيرجع هو يهاجم عليه. الاتنين بيكونوا في قوة بعض ومهاراتهم عالية جدا في القتال. بيقول كاكاو ان هو قرر انه يستخدم قوته الجديدة، وبنشوفه هو بيتحول لشكل الوحش بتاعه. في اليمة التانية بنشوف اوسب وهو واقف قدام واحد من المنظمة هو كمان، واللي بيكون بدأوا قتال مع بعض وبيضرب اوسب وبيطيره بعيد، وبيكون فاكر ان اوسب قوي جدا وبيتحول لشكل الوحش بتاعه واللي بيكون عبارة عن ذئب. وزورو وكاكاو واقفين ضد بعض، وفجأة بيلاقي السطح بينزل عليهم من فوق وبيكون الذئب واوسب. بيروح اوسب ويستخبى على جنب وبيبص كده بيلاقي زورو واقف ضد، بيقول الحمد لله انقذني. بيبص تاني وبيلاقي خزنه مفتوحه قدامه وجواها اصفاد من الكروسكي، بياخدها وبيحدفها على زورو وبتيجي في ايده. بيقول له ايه ده؟ بيقول له معلش يا زورو كان قصدي نرميها عليهم، لكن عشان شكل الزرافه ده مضحك جدا ما قدرتش امسك نفسي من الضحك وانا بنشل جات فيك بالغلط. بيغضب كاكاو منهم جامد وبيفضل يلف في المكان، وبيستخدم هجوم الريجكت بتاعه اللي بيكون قوي جدا بسبب تحوله لقوه الوحش بتاعته، وبيقسم المبنى كله من ضربه واحده. بيتفاجئ اوسب وزورو انهم اتربطوا مع بعض بالاصفاد وهما الاثنين واقفين قدامهم دلوقتي. بنروح نشوف فرانك وهو قدر يضرب الشخص ده وضربته بقت بتأثر فيه بسبب ايده الفولاذيه، لكن برضه ما بيقدرش يهزمه. وبنشوف سانجي وهو بيعاني قدام كاليفا عشان سانجي ما بيضربش حريم. وفي اليمة التانية بتكون نامي برضه بتعاني في القتال بتاعها من الغريب ده، لحد ما بيجي تشوبر وبيضرب الشخص ده وبيطيره بعيد. بتقول نامي انها قدرت تسرق المفتاح بتاعه وبكده مش محتاجين ان احنا نحاربه تاني، وبيجروا هما الاثنين. ولكن وهما بيجروا فجأة بنلاقي حاجة وقعت عليهم من فوق. بتروح نامي تشوف ايه ده، بنلاقي سانجي هو اللي واقع لكن شكله بيكون غير تماما ومش فاهمين ايه ده، لكن بيكون لسه حي والحمد لله. بتقول انا مش فاهمه ازاي سانجي اتهزم كده. بتبص فوق وبتلاقي ان خصمه كانت بنت وهو ما بيضربش بنات. بتقول لها خلاص انا كده اللي هبقى خصمك. وهم واقفين بيجي الشخص ده تاني، لكن تشوبر بيتحول وبيقدر يضربه، وبيقفوا هما الاثنين ضد بعض. بعدها بنشوف لوفي وهو قدر يقابل تشيمني وبتعرفه ان في مكان سر بيودي البوابات العداله على طول. بيسالها لوفي انت عرفت المكان ده ازاي؟ بتعرفه انها شافت لوتشي والناس اللي معاه ماشيين من هنا. بينزل لوفي فيه وبيجري عشان يلحقهم،
وبيلاقي فعلا باب هناك بس بيكون صلب جدا. بيقول لهم لوفي ارجعوا ورا شويه عشان في تكنيه عاوز يجربها ممكن يتاذوا منها. بنشوف لوفي وهو بيستخدم تكنيه الترس التالت وبنسمع صوت خبطه جامده جدا بترج المكان كله، وبنشوف الباب الفولاذي متحطم تماما من قوه لوفي. لكن بعدها بنشوف لوفي وهو اتحول لطفل صغير، وده بيكون تاثير القوه اللي استخدمها من شويه. في نفس اللحظه بيسمع لوتش وهم ماشيين صوت معاهم في الممر ده، لكن ما بيهتموش وبيمشوا برضه، ولوفي وهو ماشي بيرجع لحجمه الاصلي. نرجع بقى لنامي وهي قدرت انها توصل لكاليفا في الغرفه بتاعتها، وكمان فرانكي مش عارف يجاري سرعه خصمه. بيقول ان الكولا بتاعته بدات تنفذ منه. فرانكي جسمه كله عباره عن انسان آلي ما عدا ظهره بس، وبيستخدم الكولا داخل جسمه عشان تديله طاقه ويعرف يحارب اي حد بيها، لحد ما فرانكي بيقول كلام للشخص ده بيخليه يقف قدامه، وبيتبادلوا اللكمات ضد بعض لحد ما فجاه بيلاقي الجدار اللي جنبهم بيتكسر عليهم، وبيخرج منه تشبر والخصم بتاعه، وبيقفوا هما الاثنين مع بعض. بيلاقي فرانكي ثلاجه في الغرفه وبيطلب من تشبر ان يجيب له الكولا منها، وفعلا بيجيب له الكولا وبيحطها جوه جسمه، وبنشوفه وهو بيستعيد قوته من جديد، وبلكمه واحده بس بتطير الخصم بتاعه بره المكان كله. بيقف تشوبر مع فرانكي واللي بيكون قدروا انهم يحبسوا خصم تشوبر في التلاجة اللي جنبهم، وبيعرفوا تشوبر عن المفاتيح اللي معاهم وانهم المفروض ياخدوها منهم. وهم بيتكلموا فجأة بيتهاجم على فرانكي من العضو ده وبياخده وبينزل به البحر، وبيكون في طيار مية جامدة جدا وفرانكي مش عارف يخرج منه. وفجأة تشوبر وهو واقف بيطلع له العضو ده من التلاجة وبيقول الحمد لله انا نمت شوية واكلت اكل حلو. نرجع لفرانكي وهو بيحاول يخرج من البحر، والشخص ده بيضربه تاني وبينزله للبحر تاني، لكن فرانكي برضه ما بيستسلمش وبيعمل الحركة الغريبة بتاعته دي وبيطير للسماء، وبيقدر يمسك الشخص ده من رجله وبيقدر يطير بيه. نرجع للوفي وهم عمالين يجروا في الممر وبينادوا على روبين. بعدها بنشوف زورو واوسب وهم مش عارفين يحرروا نفسهم، ولكن اوسب بيتقبل الامر الواقع وزورو بيشيل وبيمسكه زي السيف بتاعه وبيحارب بيه. بعدها بنشوف فرانكي وانه قدر يمسك الشخص ده وبدا يطلع فوقيه، وبضربه واحده من ايده بتكون قويه جدا بتطير الشخص ده في الارض وبيهزمه اخيرا. بنشوف زورو وهو بيقتل الاعضاء وبيهاجم عليهم، وفي كل مره يهاجم عليهم اوسب هو اللي بيتصاب. بيقول زورو لاوسب انه يمسك نفسه كويس. بعدها بنشوف كومادوري وهو بيهاجم على تشوبر بالشعر بتاعه، ولكن تشوبر بيعرف يتفاداها وبيطير كومادوري في الجو وبيهاجم على تشوبر بالعصايه اللي معاه، وبنشوف ان من قوه ضربته بتخرم الارض من تحتيهم، وبيروح تشوبر يهاجم هو عليه لكن بيكون جسمه صلب جدا وتشوبر هو اللي بيتصاب منها. بعدها بيولع العصايه بتاعته وبيهاجم على تشوبر بيها وبيقدر يصيبه بواحده منها، بيقع على الارض وبيكون منهك جامد ومش قادر يتحرك تاني، لكن بيفتكر ذكرياته مع روبين وبيقوم يقف من جديد وبيتحول لقوه الوحش بتاعته وبيقدر يصيب خصمه بيها، لكن برضه ده ما بيكونش كفايه انه يهزمه وبيقع على الارض من كتر الاصابات ولسه خصمه نازل فيه ضرب. وتشوبر بيكون على حافه الموت وبيفتكر ذكرياته مع الدكتوره اللي ربته، وفجاه بنشوفه وهو بيتحول لوحش عملاق كبير جدا. بيقف كامادورو وبيفضل يهاجم عليه لكن بدون اي فايده مع تشوبر، وفي نفس الوقت كانت نامي بتهاجم على خصمها هي كمان بالرعد بتاعها، لكن بتطلع كليفة منها عادي بسبب قوتها الشيطانيه اللي اكلتها واللي هي بتكون قدره الصابون والفقاعات. بتهاجم نامي تاني لكن كليفة بتكون سريعه جدا وبتقف من وراها وبتضربها وبتطيرها بعيد. بنشوف ان في صابون جه على رجل نامي وبيخلي رجليها ناعمه وما بتعرفش تقف عليها تاني، وتشوبر عمال يصرخ وبضربه واحده منه بيدمر خصمه بيها، وبيفضل يضرب فيه وبيصرخ وبيكون فقد السيطره على نفسه. وفي نفس لحظة بنشوف فرانكي وهو بيطلع على المبنى من فوق وبيشوف تشوبر وهو ماسك خصمه في ايده وبيحدفه من فوق. بيهاجم تشوبر على فرانكي وبيوقعه تحت تاني بعد ما طلع، وبيبدأ هو يطلع لفوق ومش عارفين رايح فين. وروبين واللي معاها ماشيين في الممر وخلاص فاضل لهم حاجات بسيطة ويوصلوا لآخر بوابة، لكن بيسمعوا صوت لوفي انه قرب منهم جامد. بيقول له تشي لزبان دام ان هو ياخد روبين ويمشي وهو هيستناه وهيوقف قبعة الكاش لوفي، وبيضرب لوفي آخر باب في الطريق وبيلاقي لوتشي مستنيه هناك. وبره أخوات فرانكي والعمالقة نازلين ضرب في الجنود، وزبان دام ماشي هو وروبين وبيكلم احد حراس البوابه انهم يفتحوه عشان يعدي منها، لكن بتبص روبين فجاه وبتشوف انه بيتكلم في جهاز الاتصال الغلط وان ده جهاز نداء الدمار الباستر كول، وفي القاعده الرئيسيه للبحريه اطلقوا الاتصال وكله بيستعد ورايح على دمار الانيس لوبي. بيطلع اسبان دم الجهاز الثاني وبيضغط عليه بالغلط برضه وبيسيب الخط مفتوح، وكل اللي في الانيس لوبي بيسمعوه انه استدعى الباستر كول. كل اللي في الانيس لوبي بيجروا عشان ينجوا بحياتهم من الموت، لان الباستر كول بيجي وبيدمر كل شيء في الجزيره حتى لو كان
كمان جنود البحريه، وكل الجنود بتهرب ما عدا السي بي نايت، واتباع فرانكي مربوطين هناك ومش عارفين يتحرروا ازاي. بيهاجم لوفي على لوتشي بضربه قويه لكن بتكون سهله بالنسبه للوتشي، وبيرجعوا يلكموا بعض مره تانية وبيدمروا كل حاجه حواليهم. في اليمة التانية بيكون سبان دام عمال يضرب في روبين عشان مش عاوزه تمشي معاه، ولوفي عمال يهاجم على لوتشي لكن بيتفاداها بكل سهوله وبسرعه جدا بيوقع على الارض، لكن برضه بيقوم تاني وبيهاجم عليه مره تانية. بنشوف نامي اللي كاليفا قدرت تمسكها وتحط عليها صابون وتحول جسمها كله ان يكون ناعم ومش عارفه توقف منه. بتهاجم كاليفا عليها باسلوب النصل القاطع بتاعهم، لكن نامي بتقدر تستخدم تقنيه السراب وبتنقل نفسها وراها. بتهاجم تاني عليها لكن بيكون سراب برضه، لحد ما فجاه بتلاقي الحيط اللي بيتكسر عليها من جنبها وبيطلع تشوبر جالهم عندهم، بس بيكون فاقد السيطره تماما على نفسه. بنشوف زورو وهو بيهاجم على خصمه والقتال بيكون صعب عليه بسبب اوسب اللي شايله في ايده. بتهاجم كاليفا على تشوبر لكن نامي بتوقفها وبتعرفها ان ده صديقها، بتحاول تتكلم معاه عشان يرجع لطبيعته تاني، لكن تشوبر بيهاجم عليها وبيوقعها على الارض. بيشيل تشوبر حوض الميه اللي جنبه وبيرميها عليها، لكن الحوض بيكسر الحيط وبيعدي منه وبينزل على سانجي اللي بيكون متصاب تحته وبيتكسر عليه. بيهاجم تشوبر مره تانيه عليهم وبيكون تعبان جدا لحد ما بيخرج بره المكان اللي هم فيه. بتهاجم كاليفا على نامي بالريجكت بتاعها، لكن نامي في اخر لحظه بتقدر تتفاداها. بتقول ازاي قدرت اتحرك كده؟ بتشوف رجليها بتلاقيها رجعت طبيعيه زي الاول، وبتشوف انها اول ما الميه جت عليها رجليها رجعت من جديد، وبتفهم ان الصابون لو اتشال من عليها ترجع زي الاول تاني. وبخطوه سريعه جدا من كاليفا بتروح تهاجم على نامي وبتطيرها بعيد. بتقف نامي مره تانية وبتعمل سحابه مطر في المكان، والميه بتنزل منها عليها وبتشيل من عليها الصابون، وبتعمل تقنيه السراب بتاعتها اللي بتخليها تختفي، وبتيجي من وراها وبتعمل سحابه رعديه جامده، بتيجي كاليفا وبتهزمها اخيرا. وبتاخد منها المفتاح بتاعها، ولوتشي ولوفي نازلين ضرب ببعض والمعركه ما بينهم عظمه على عظمه. بيجري لوفي عليه وبيضربه برجله، لكن لوتشي بيكون اسرع واقوى وبيضرب لوفي وبيطيره بعيد تاني. بيقف قدام الباب اللي طلعت منه روبين وبيقول مفيش طلوع لاي حد طالما انا موجود هنا، جامد يا لوتشي وربنا. في اليمة التانية بنشوف زورو وهو واقف هو واوسب، وفجاه بيخش عليهم تشوبر هو كمان وبيهاجم عليهم، بيحاولوا يكلموه لكن ما بيردش عليهم. بيقول زورو ان اول مره يشوفه بيتحول للشكل ده، وفجاه بيدخل عليهم فرانكي كمان بعد ما تسلق الجدران وطلع فوق، وبيكون مجهز مدفع الهواء اللي في ايده وعاوز يضرب بيه تشوبر. بيقول له زورو ان ده هتشوبر وما تفكرش انك تاذيه. بيقول له يا عم ما انا عارف، بس كل اكلين فواكه الشيطان ليهم نقطه ضعف واحده وهي الميه، ولو وقعته في البحر هيتجمد وهيرجع تاني لهيئته الاصليه. وبيضربه فعلا وبيوقع تشوبر في البحر، وبينزل هو كمان وراه عشان ينقذه ويطلعه من الميه، وفعلا بيطلعه وبيرجع تشوبر لشكله الاصلي تاني بس بيكون فاقد الوعي. بيقول فرانك ان لازم يشوف طريق يروح بيه عشان ينقذ بيه روبين، وفجاه بتخرج له تشيمني من الصندوق وبتعرفه انهم عارفين طريق مختصر وممكن يوديهم عندهم هناك بسرعه. عسل اول بنت دي والارنب والله. وبيروحوا كلهم عند الست دي وبيديها تشوبر وبيعرفوه الطريق وبيمشي هو. بيقابل فرانكي نامي وبتديله بقيه المفاتيح اللي معاها، وبتاخد منهم مفتاح واحد بس عشان تفك الاصفاد اللي مربوط به زورو واوسك، وبتروح عندهم وبتحررهم. بيهاجم بسرعه الزرافه على زورو لكن زورو بيصد هجومه وبيرميه بعيد، وكمان الذئب ده بيهاجم على اوسك ضربات قويه جدا بتطيره بعيد. بيقف اوسك تاني وبيهاجم عليه بالسلاح الجديد لكن بسرعه جامده جدا من الذئب بيجي من وراه وبيضربه في الارض كمان، وبيفضل ينزل فيه ضرب. بتحاول نامي انها تساعده لكن بيضربها هي كمان، وزورو مش عارف يساعدهم عشان خصمه عمال يهاجم عليه، والذئب ماسك اسب وخلاص هيقتله. وفي اخر لحظه بتيجي ركله من سانجي بتطيره بعيد وبينقذ اوسب من الموت. بتساله نامي انت ازاي رجعت كده؟ بيعرفها ان في حوض ميه وقع عليه من فوق، ولما الميه جت عليه رجع لشكله الطبيعي من جديد. وهم واقفين فجاه بيبص اوسب وبيلاقي ان بوابه العداله بدات تتفتح قدامهم، ولو اتفتحت على الاخر هيفقدوا روبين. بنشوف بعدها لوفي وهو لسه مش عارف يطلع عند روبين من لوتشي اللي كل شويه عمال يهاجم عليه، وسبان دام ماسك روبين من شعرها وعمال يشد فيها عشان يطلعوا لفوق. في الوقت ده بنشوف رجاله الحكومه وهم بيطلعوا فوق القطر عشان يمشوا قبل ما الباستر كول يجي، وكمان اخوات فرانكي قدروا انهم يحرروا نفسهم هم كمان، وبيقرروا انهم لازم يخرجوا من هنا قبل ما الباستر كول يجي. بعدها بنشوف سانجي وهو بيقاتل الذئب ده، والاثنين بيكونوا في قوه بعض تقريبا. بتاخد نامي اسب وبيمشوا من هناك عشان يشوفوا طريق يوصلوا بيها عند روبين، وسانجي بيقف هو وبيحارب الذئب، لكن الذئب بيكون سريع جدا وبيضرب سانجي ضربه قويه جدا بيخبطه في الحيط، وبيهاجم تاني عليه بهجوم الريجكت بتاعه وبتيجي في سانجي وبتخليه ينزف دم، لكن سانجي بيقف تاني وبيقول له سامحني على اللي هعمله فيك. بيضحك الذئب ده وبيقول له انت عبيط يا ابني، ولا انت مش شايف ان انا اللي بضربك؟ وفجاه سانجي بيفضل يدور حوالين نفسه، ومع سرعه الدوران واحتكاكه بالهواء بيقدر يولع رجليه، وبضربه واحده وسريعه منه في الذئب ده بيخليه يطير بعيد وعمال يصرخ من الالم.
بيطير سانجي في الهواء وعاوز يروح له عشان يضربه، لكن الذئب ده بيقوم بسرعة جدا وبيطير فوقيه وبيهاجم هو على سانجي، لكن سانجي بيقدر يلف نفسه وبيهاجم عليه وبضربة قوية جدا من سانجي وبتخبطه في الارض وبيهزمه وبياخد منه المفتاح بتاعه وبيطلع يجري عشان يروح لروبيه. في نفس الوقت ده بنشوف اسبندام قدر يوصل على الجسر اللي بيخرج منه البوابة العدالة، وخلاص روبير رايحة في الطريق اللي مفيش رجوع منه، والباستر كول في طريقهم لتدمير الجزيرة. بيوصل فرانكي اخيرا عند لوفي وبيشوف لوتشي واقف قدام الباب اللي بيطلع عند روبين. بسرعة بيهاجم لوفي على لوتشي عشان يخلي فرانكي يطلع هو عندها، لكن لوتشي برضو بيصد كل محاولاتهم للخروج من الباب. بنشوف زورو هو بيواجه صعوبة جامدة جدا قدام خصمه، وخلاص زورو اكتفى من الهجمات اللي ملهاش لازمة دي، وفجأة بنشوف زورو بيتخذ وضعية الفهد وبيطير بسرعة جامدة على كاكاو وبيقدر يجرحه في بطنه. بيقف كاكاو من تاني وبيهاجم على زورو باسلوب الزرافة بتاعه وبيطير زورو بعيد بعدها، وفجأة زورو بيقف وبيجمع قوته الكاملة وبيستخدم اسلوب اشورا اللي بيطلع ايدين كتير وبيهاجم عليه وبسرعة جامدة بيقدر يقطعه وبيهزمه اخيرا، وبيدخل عليه سانجي وبيقوله نرجاله عشان ما يتوش في الاتجاهات. في اليمة التانية بنشوف العمالقة وهم شايلين اخوات فرانكي والاحصنة بتاعتهم عشان يودوهم للبحر، وزبان دام خلاص فاضله بوابة واحدة عشان يعديها ويخرجوا من الجزيرة دي، وروبين بتحاول تهرب منه لكن زبان دام بيمسكها وبيفضل يضرب فيها. بنشوف لوفي وهو خلاص جاب اخره من الضرب وبيتحول المحرك الثاني اللي بيخليه سريع جدا وبيقدر يضرب لوتشي بيها اخيرا. بيتحول لوتشي لقوة الفهد بتاعته وبيجري على فرانكي وعاوز يقتله عشان ما يطلعش عند روبين، لكن برضو لوفي بيقدر يتصدى لضرباته وبيقول لفرانكي روح انت وانقذ روبين باي تمن. بيخرج فرانكي اخيرا من المكان ومتجه يمة روبين، وروبين ماسكه في الجسر بقها على امل ان اصدقائها هيجوا يساعدوها، وبتوصل السفينه عند اخر بوابه عشان تاخد روبين وزباندام وتوديهم للمقر الرئيسي للبحريه، وزباندام بيجر روبين عشان يعدي البوابه، وفجاه بيجيله طلقه مدفع بتنفجر فيه وبتدفنه في الارض، وكمان الجنود هي كمان عماله تتضرب ومش عارفين الهجوم ده جاي منين، لحد ما بيشوف احد جنود البحريه بالمنظار اللي معاه ان في احد طاقم قبعه القش واقف على برج العداله اللي بيكون بعيد جدا من المكان ده هو اللي بيهاجم عليهم. وبيوصل فرانكي هو كمان عند روبين وبيقف في وش الجنود، واوسب بيحدف له كل المفاتيح اللي جمعها عشان يحرر روبين، وفعلا فرانكي بيقدر يحرر روبين اخيرا. واول حاجه بتعملها روبين بتفضل تضرب في زباندام، وزورو وسانجي واقفين عند برج العداله وبينادى على اوسب عشان يروح معاهم، وفجاه نشوف ان البرج ده اتضرب بكرة مدفع وبيتدمر، وبيطلع ان الباستر كول وصل للمكان وبدأ الهجوم على الانيس لوبي، لكن اوسب بيطلع بخير والحمد لله. وفي اليمة التانية روبين وفرانكي بيهاجموا على جنود البحرية وبيهزموا فيهم، ولوفي ولوتش عمالين يهاجموا على بعض بضربات سريعة وجامدة جدا. بنشوف ان لوفي بقى بيجاري لوتش في اي حاجة، وبيقف لوفي وبيستعد وبيضرب لوتش بهجوم قوي جدا بيخلي لوتش المانع يتأثر منه. بيقول لوتش ان هو فهم قوته وان هو بيستعمل رجله كمضخات لإسراع تدفق الدم الرئتين والأوعية الدموية، وده بيزيد من نبضات قلبه وبيسخن جسمه جامد وبيديله قوه جباره جدا، لكن في كل مره بيستخدم التقنيه دي بتاثر على حياته وبتضعفه. وهم واقفين بيلاقوا الميه دخلت عليهم في المكان، وبيطلع ان الباستر كل ما ضرب في الجزيره دمر كتير من المباني ودخل عليهم ميه من البحر وكلها دقايق والمكان كله يغرق. ونامي والست الكبيره وباقي الاعضاء ماشيين في الممر السري عشان يروح الروبين، والميه دخل عليهم وهتغرقهم هي كمان، والباستر كل قرب عندهم وعمال يضرب في الجزيره وبيدمر فيها كلها ومش مدي مجال لاي حد انه يهرب. بترتعش روبين وبتعلى الارض وبتفتكر كل ذكرياتها عن قريتها اللي اتدمرت، وبنشوف لوفي ولوتش والميه غرقت المكان اللي هم فيه وبيجروا يغيروا مكانهم عشان يحاربوا بعض. بيجري لوتش على لوفي وبيهاجم عليه، لكن لوفي بيقدر يمسك رجله وبيهاجم هو عليه بهجوم قوي جدا، لكن لوتش بيكون اقوى وبيصد ضربته وبيرجعه كمان. بيقف لوفي تاني وبيقول له انه اكتفى من القتال، وفجاه لوفي بينفخ في ايديه وبنشوف ايده وهي بتكبر جامد وبيهاجم بها على لوتشي، ولوتشي بيقف وعاوز يصدها بنفسه، لكن ضربة توفي بتكون قوية جدا وبتخرجه بره المبنى كله. بيطير لوتش وبيقع في سفينة بحرية وبيكون متصاب جامد. وفي اليمة التانية بنشوف الطاقم والمية دخلت عليهم وغرقتهم. بيطلع لوفي من البرج وبيطير في السماء وبيضخم رجله جامد وبينزل بيها على سفينة البحرية وبيدمرها كلها. ولوتش بيطير وبيتحول لشكل الفهد بتاعه وبيروح يعض لوفي في كتفه بيخلي لوفي ينزل دم، لكن لوفي بيضخم نفسه تاني وبيبعد لوتش عنه. بعدها بنشوف الهواء بيخرج من جسمه وبيتحول لطفل صغير وبيرجع للبرج تاني، ولوتش هو كمان بيرجع للبرج هو كمان وبيهاجم على لوفي وبيلزقه في الحيط، وفجأة لوفي بيرجع من تاني وبيقف في وش لوتشي. بنشوف بقية الطاقم هم بيغرقوا على وشك الموت، وفجأة بنشوف الست الكبيرة دي اللي اسمها كوكر بتتحول لحورية بحر وبتشدهم عشان تخرجهم برا المية. وبيخرجوا برا المية بيلاقوا فرانكي استولى على سفينة بحرية هو وروبين، وبيطلعوا كلهم لهناك وبيتجمعوا كلهم مع بعض من جديد ما عدا روفي اللي لسه بيحارب لوتشي. بيطلع زورو على الجسر وبيقول انه هيستنى القائد بتاعه هنا، والكل بيحضر بعدها وبيقف معاه، واخوات فرانكي هم كمان بيدوروا على طريق يخرجوا منه بما ان البحرية قفلت عليهم البحر من هنا، والبحرية بتدي امر انهم يدمروا الجسر
المصري الاخير، ولوفي بيتحول للمحرك الثاني مره ثانيه وبيهاجموا على بعض هو ولوتش، وبيقدر يسيب لوتش بضربات قويه جدا، لكن لوتش ما بيكونش سهل برضه، وبيضربه وبيخليه يجيب دم من بقه كمان، والحكومه بتهاجم على الجسر وبتدمره، وبيوصلوا عند الطاقم وبيحاصروهم، وبيبداوا يهاجموا عليهم، والطاقم هو كمان بيهاجم عليهم، ولوفي ولوتش لسه عمالين يهاجموا على بعض. لحد ما لوتش بيضرب لوفي ضربة قوية جدا بتخلي لوفي بيقع على الارض وما بيقدرش يتحرك تاني، بيشوفه اوسب من فوق وبيكون خايف عليه، بيخلع القناع وبيفضل ينادي عليه ويصرخ عليه عشان يقوم يقاتل تاني، بيقوله لا ده مش المكان اللي هتموت فيه دلوقتي، قوم عشان تنقذ روبين. وزورو وباقي الطاقم عمالين يحاربوا البحرية، ولوفي واقع على الارض ومش قادر يتحرك تاني، بيتحرك لوتش اتجاه اوسب عشان عاوز يقتله، وبيلاقي اللي بيقف من وراه من جديد، بيقوله لا انا مش هسيبك تأذي صديق ليا مرة تانية. الغضب بيملى عينين لوفي وبيجمع كل قوته من جديد وبيهاجمه على بعض تاني. في اليمة التانية بيجي جندي من البحرية اكل فاكهة الصدى، بيهاجم على زورو بيها وبيدمر له السيف بتاعه، بيستخدم زورو سيف من على الارض وبيقتله بيه، ولوفي لسه بيقاتل بس لوتش بيضربه ضربات قوية بتخليه على وشك الموت، لكن بيرفض انه يقع على الارض تاني وبيجمع كل قوته وبيهاجم على لوتش بهجمات سريعة ورا بعض جدا. بتخلي لوتش يطير بعيد وبيقع في سفينة البحرية وبيهزمه أخيرا، بينادي أوسب على لوفي وبيقول له يلا أنت هزمت خصمك، يلا تعالى بقى معانا، لكن لوفي وقع على الأرض ومش قادر يتحرك تاني، ومفيش حد عارف يساعده من جنود البحرية اللي عمالين يهاجموا عليهم دول. وعلى اليمة التانية باولي ربط إخوات فرانكي بالعمالقة قبل ما يقعوا في البحر، وفجأة الطاقم كله بيسمع صوت بينادي عليهم، بيقع أوسب على الأرض وبيعيط وبيقول لهم كله ينط في البحر، بيحاول زورو إنه يوقفه وبيقول له إن كده يبقى انتحار، بيقول له لا أنت اللي شكلك نسيت إن لينا صديق تاني يا زورو، وبيبص كلهم في البحر وبيشوف يشوفوا حاجه وبيصرخوا كلهم انهم ينطوا في البحر، وروبين بتستخدم قدرتها وبتدحرك لوفي للبحر هي كمان، والكل بينط في البحر، وفجاه بنلاقي سفينه ميري هي اللي كانت بتنادي عليهم وبينزلوا فيها، بتقول لهم انا جيت عشان انقذكم يا رفاق، والكل بيقف عليها وما بيكونوش مصدقين من اللي هم شايفينه، هل يكون الوفاء الى هذه الدرجه؟ بتشكر الطاقم روبين على انقاذ حياتها، ولكن جنود البحريه مش مدينهم فرصه وعمالين يهاجموا عليهم برضه، بيحاول الطاقم يصد كل ضرباتهم وكل هجومهم عشان يخرجوا من هناك، بتيجي فكره لفرانكي وبيقول لهم سيبوها عليا، بيستخدم تقنيه الهواء وبيطير السفينة بعيد، وأوسب بيرمي عليهم قنبلة دخان عشان يعرفوا يهربوا منهم، وبكده يكونوا خرجوا من هناك كلهم وأنقذوا روبين، وباولي وأخوات فرانكي بيشغلوا القطر البحري وبيمشي بيه هما كمان، وبنشوف الطاقم وهو ماشي في البحر، بس يا ترى البحرية هتسيبهم على كده ولا ميري اللي انتهت من زمان هل فعلا هتقدر توصلهم للجزيرة الجاية؟ كل ده هنعرفه في الحلقة الجاية، ما تنسوش الاشتراك واللايك.